بيتخلع تقريبا خلاص. خد يا علي، خد يا ايه يا ابراهيم، فاكرين شايفين وش الفرخه تقريبا بيطير بيتخلع خالص. هنا اولاد الهيد بتاع التيمر جوه الاستابلم، لكن الهيد بتاع التيمر هنا خرجت من الاستابلم خالص وراحه واقفه على الدكتوريتو الكرمي. وبعدين احلى حاجه باينه فيها اولاد انها مطيره، شايفين مطيره خالص. يعني هو ده منظر الانتيري ديسلوكيشن. البوستيري ديسلوكيشن منظره مختلف شويه، شايفين الاستابلم الهيد طالعه فوق بعيد عن الاوبتريتو الفورامين، عشان كده البوستيريو ديسلوكيشن يعمل شورت ليجز. البوستيريو ديسلوكيشن يعمل شورت ليجز لان الهيد مشدوده لفوق، فكان الليمب قصر. لكن الانتيريو ديسلوكيشن الهيد نازله عند الاوبتريتو الفورامين فتعمل لينترينج، يعني الهيد نازله عند الاوبتريتو الفورامين فتعمل لينترينج. فاهمين الفرق؟ يعني لما الاقي الهيد عند الاوبتريتور فورامين يبقى انتيريو ديسلوكيشن، الهيد عند بره الاستابلم كده يبقى ده بوستيريور ايه؟ ديسلوكيشن. خلي بالنا ان في كلا الحالتين مش هنحس بتمرال بامب. والله ده لان العظمه اللي انا بحس عليها التمرال بامب مش موجوده، اللي هي النرار ساين. هو التمر ارت سليم، التمر ارت سليم، بس هو الفيمورال ارتري سليم وانا مش حاسس الفيمورال ارتري عشان العظمه اللي بحسه عليها مش موجوده. لكن ده بيعور الفيمورال ارتري فعلا، يعني الانتيريو ديسلوكيشن يعور الفيمورال ارتري فعلا. في البوستيريو ديسلوكيشن مش هحس الفيمورال ارتري، لكن هحس البيدال بالس محسوس. فاهمين يا ولاد؟ لكن في البوستيريو ديسلوكيشن مش هحس لا الفيمورال، في الانتيريو ديسلوكيشن مش هحس لا الفيمورال ارتري ولا البيدال بالس، لان الفيمورال ارتري فعلا متعور. الفيمورال ارتري فعلا متعور. فاهمين هذا؟ الريدكشن بيبقى طريقه اسمها كوخر ميسو. الريدكشن بيبقى طريقه اسمها كوخر اليس. كوخر دي بتاعت الشولدر، دي اليس ميسو. ده فراكشر نيك فيمر. عايزك تاخد بالك بقى من حاجه، بصوا الفيمر عامله ازاي يا ولاد، هيد ونيك وجريتر بروكانتر وريسر بروكانتر وشاب. دايما اقول لك الفيمر شبه غدا عبد الرازق، صح؟ شايفين الرقبه طويله ازاي؟ يعني اتحط عليها كوليه. شايفين مناخيرها فوق ازاي؟ طالعة فوق قد ايه؟ 135 درجة. ازيك يا اولاد؟ يعني بتبقى عاملة كده 135 درجة، صح؟ وعاملة كده كمان 15 درجة، فاكرين؟ بتبقى عاملة كده وكده. وبعدين كوندايلز وشافت. طب افرض انت لقيت ان غاده مقصوفه الرقبه، هتستغرب؟ تستغرب بالذات لو لقيتها مقصوفه الرقبه، مالهاش رقبه، ما تعرفش تحط عليها كوليه. وبعدين اصلا كمان مدلدل على ايه؟ على جسمها كده. بص يا رب، دي رقبه غاده؟ اه. دي يركب عليها كوليه؟ اه. وشايفين الراس مدلدل على الجسم ازاي؟ شايفين الراس؟ جه عند لسه الكروكانتر، شوف دي. شوف الراس هنا بعيدة ازاي يا ولاد عن الليسر تركانتر.
شوف الراس فين ولسه الكركانتر فين. يعني هنا راسها بعيدة عن صدرها، لكن دي راسها مدلدلة على ايه؟ على شايفين؟ ومقصوفة الرقبة. فده منظر واضح قوي الفراكشر نت فيمر. هو مشكلته ان ساعات بيبقى اندكتد كده فمش باين، بس عايز شوية مشاعر. لو في شوية مشاعر كده خلاص هتشخصه على طول. واضحة رضا ولا لا؟ تعرفين لما يحصل فراكشر نت فيمر انترا كابسولار كده، يعني الحته الرفيعه دي تطير، ده يساوي افاسكولار نكروزس. لكن لو الفراكشر ده يعني مثلا فراكشر ده فراكشر فيكتيما لكن مش ديسبليست. يعني لو حد فيكم مذاكر جنينه كلاسيفيكيشن، فده جنينه اتنين، ده كومبليت فراكشر مش بارشل جنينه واحد، اثنين كومبليت فراكشر لكن مفيش ديسبليسمنت. ولان مفيش ديسبليسمنت يبقى البلاد سبلاي سليم، انما لو حصل ديسبليسمنت البلاد سبلاي ايه؟ يتقطع. فلو البلاد سبلاي سليم بحط مسمار كده اسمه دي اتش اس. فاهمين يا ولاد؟ عشان خاطر الحق الهيد للبلاد سبلاي بتاعها يتقطع. وعشان احافظ على الانجل دي. الانجل دي اللي هي كام؟ 135 درجة. فاهمين يا ولاد؟ فلو انما لو في ديسبليسمنت خلاص انا هشيل الهيد واحط واحدة ميتال. احط واحدة ميتال اللي هي اوستون مور او تومسون اللي هو هيمي ارثروبلاستي. ان انا بغير نص مفصل هيمي ارثروبلاستي. فاهمين يا ولاد؟ يعني لو مفيش ديسبليسمنت احط دي اتش اس، لو في ديسبليسمنت هشيل الهيد واحط واحده ايه؟ ميتا. الكسر لما بيبقى بره الحته الرفيعه يعني في الخط ده كده بيبقى اكسترا كابسولار فراكشر. الكسر لما بيبقى بره الحته الرفيعه دي يعني دي الخط بتاع الكبسوله ده اكسترا كابسولار فراكشر. الاكسترا كابسولار فراكشر ده ما بيعملش افاسكولار نكروز، يعمل مال يونيون اللي هو كوكسا بارا وكوكسا فالدا. تعرفين مفصل الالبو كيوبيتاس ومفصل الهيب كوكسا. فاهمين يا ولاد؟ فلو الكسر في الحته الرفيعه دي يبقى انترا كابسولار فراكشر، ساعتها بنخاف من افاسكولار نكروزز. لكن لو الكسر بره الخط بتاع الكبسوله مفيش افاسكولار نكروز، مفيش افاسكولار نكروز، لكن في ماليون بوكسا بارا وبوكسا بالجا. عشان كده الاكسترا كابسولار فراكشر ده دي اتش اس. الاكسترا كابسولار فراكشر ده دي اتش اس. دي واضحه ولا انها انترا كابسولا، لكن الحته التخينه دي كلها سليمه. حته التروكانترز دي سليمه، انما الحته الرفيعه هي اللي طارت. تعرفين دي في ديسبليسمنت، ده الهيد وقعت على الراس طبعا. يبقى دي محتاجه ايه؟ محتاجه ان انا اشيلها واحط واحده صناعيه. لكن دي كسر من غير ديسبليسمنت، فدي محتاجه دي اتش اس. لو الكسر اكسترا كابسولار دي اتش اس، لو الكسر اكسترا كابسولار دي اتش اس، لان مفيش احتمال افاسكولار ايه؟ نكروزس. واضحه رضا ولا لا؟ ده فراكشر شافت فيمر. فراكشر شافت فيمر عليه كلمتين كده، كلمه فيهم مهمه قوي. ده جدع شوك، هاف ريمك شوك برافو. فراكشر بلفيس، فراكشر شافت فيمر، هاف ريمك شوك على طول. لان الفيمر دي تاخد لها 2 لتر دم من غير ايكيموس وبروزس. منين 2.5 لتر دم ده ولاد؟ خلاص احنا داخلين كلاس 3. يعني عنده فاضل له كلاس 1 ويموت. فاهمين؟
عشان كده عنده فراكشر شافت فيمر ده ما تستغربش ان عنده بريم شوك وده طبيعي. واضحه لك؟ تاني كلمه الفات امبوليزم. يعني تاني حاجه الفات ايه؟ امبوليزم. عارفين حركه واحد عنده شاب صغير عنده فراكشر شافت فيمر ونجلكتد وبعدين تاني يوم بقى سيانوزد وعنده بي اي فاكرين؟ ادي مثلا مشكلة تانية الفات امبوليزم. تمام؟ مشكلة الفخد في العلاج ان العضلات الفخد قوية فالادلت انترنال فيكسيشن لازم انترنال فيكسيشن ممكن بليتن سكرو ممكن انترلوكينج نيل. اكتر حاجة بتستخدم دلوقتي الانترلوكينج نيل انترا ميدالاري نيل واللوكو عشان العظم ما يلفش على بعض. فده اكتر حاجه بتستخدم الانترلوكينج نيل. لا هتستخدم توماس تستخدمه تمبرال. استخدام التوماس كعلاج في الاطفال الصغيره فاهمين علاج؟ بصوا التوماس في الكبار مكتوب عليه ايه؟ تمبرال لغايه ما ايه؟ ما العمليات تجهز. يعني تمبرال لغايه ما العمليات تجهز. انا ما اقدرش على عضلات الفخد، عضلات الفخد قويه، ما اقدرش احط له توماس ويبقى هو ده العلاج. ده تمبرال قبل ما العمليات تجهز، وبعدين بنحط له انترلوكينج نيل او بليتند سكرو. مين الاكثر استخداما دلوقتي؟ الانترلوكينج نيل. لانهم بمجرد ما نكوا النيل كان اول انترا مضلر نيل عادي بعدين بداوا يلكوه فوق وتحت فالعظم مبقاش يلف فالانترلوكينج نيل بقت كفاءته قريبه من البليتن سكرو لان العظم ما بيلفش على بعض وارخص فبقى الوايدلي يوز بانترلوكينج نيل. فاي فراكشر فيمر بقى اوبليك فراكشر ترانسفيرس فراكشر انا طب ما تيجي هنا خط العرض ده او حتى اللي دخلها جوه الشقه لازم تتحرك واعطر ممكن افتح مروحه طب ده حد قال لي الدنيا حر اعمل ايه اشغلها تاني صح بعدين برد يا دكتور احنا في نص سبعة الناس في الساحل الشمالي فما قالوا لنا الظروف بس احنا قاعدين على الظروف حتى البرد والحر ساقطين فيه المهم يا ولاد ربنا يسعدك يا عروسه ده خجلت كنت بعرض او بطول طول مختلف وانت خدي صاحبتك في حضنك هو التوماس ده يا اولاد مش تمبرري مانو على بال ما ايه؟ العمليات تجهز، تعرف لو ما حطيتش توماس واهملت العيان هيجي له فات امبوليزم. لو ما حطيتش توماس واهملت العيان هيجي له فات امبوليزم. واضحه ولا لا؟ وقعدة العظم امبارح مين حضر؟ أول امبارح كان العظم، أمال امبارح كان يورو؟ كويس، مين حضر قعدة العظم؟ إيه الأخبار؟ كويسة؟ الدرجة ماركي كويس؟ كويس؟ قعدت لغاية 9 بالليل؟ 10 حاول على قد ما يقدر بس هو حاول في 3 طلبة كان عندكم امتحان يا لهو لو ما فيش امتحان فعمال اتناقش كده مش لاقي استجابات يعني
بصت بيهددني بيقول لي دول بتوع الجراحة لم نفسك بتوع البطنة جايين لك مين ده ولاد ده سوبرا كوندايلر فراكشر طبعا سوبرا كوندايلر فراكشر في الفيمر او في الهيومرس في نفس المشكلة كيميا السوبرا كوندايلر فراكشر في الهيومرس او سوبرا كوندايلر فراكشر في الفيمر كيميا بس طبعا سوبرا كوندايلر فراكشر هيومرس يعور البريكال ارتري صح سوبرا كوندايلر فراكشر فيمر يعور البريكال ارتري لكن الاثنين كيميا سوبرا كوندايلر فراكشر دوت يموت كيميا لدرجه ان هم ساعات يجيبوا في الامتحان ديسكاس سوبرا كوندايلر فراكشر مصيبه فالعالة عبيطة بتكتب سوبرا كوندايلر فراكشر هيومرس ويسيب السوبرا كوندايلر فراكشر فيمر وهو خبيث منوفي هنا لك فعايز سوبرا كوندايلر فراكشر فيمر وهيومر لان هما الاثنين يشتركوا في ايه؟ في عيب اللي هو الاسكيميا هسال سؤال كده اي كيو ازاي يعرفوا سوبرا كوندايلر فراكشر؟ اول حاجه اشوف البالز الحمد لله البالز سليم دين بقى كوندايلر فيمر الكلوز ما اعرفش بس ايه رايك عملت له ريدكشن تمام تمام حط له انترلوكين جينيل بقى ما ده نوع من فراكشر شافت فيمر ما فراكشر شافت فيمر يا اولاد ثلاث انواع سابترو كانتريك وميت شاف وسوبرا كوندايلر كلهم فراكشر شافت فيمر كلهم انترلوكين جنين هو نعرف الاي كيو حلو فاذا لم تستطيع استخدام معلومات سابقه من دقيقتين في حل مشاكل جنين فكيف الحاله عندما يمر خمس دقائق هو اولاد هي الفراكشر شافت فيمر انت شفته كويت عامل ازاي يعني هذا يقول لي فراكشر شافت فيمر هيومرس ولا فيمر فيمر البالز شغال ولا مش شغال شغال طب اومن فراكشر ولا كلوز كلوز ذا فراكشر ما اعرفش بس ايه رايك في ده الباتيلا مكسوره ازاي ولا تعطيل عنده في مشكلة عارفينها ولا لأ؟ عنده loss of extension mechanism عنده loss of extension mechanism ما عارفش يفرد البيض فاكرين؟ transverse fracture كده loss of extension mechanism ده لازم تعالجه بإيه؟ wiring tension band وايرنج يعني اسلكه بالسلكه كمان بس هي اسمها بقى بعد ما نعملها كده نفضل نعدي بالسلكه كده في الخروم اسمها تنشن ايه بان السؤال الجاي انت عارفين لو جبت الباتيلا على بعض التندون يلحم لان التندون ماسك فين في الباتيلا التندون مقطوع مع الباتيلا بس انت لو جبت الباتيلا ما بتخرجش التندون هو التندون بيلحم لان هو التندون لازق في ايه في الباتيلا هات الباتيلا على بعض يقوم التندون يلحم فدي حاجه اسمها تنشن ايه بند الباتيلا لو مقطوعه كده ولا لو مقطوعه كده بالعرض كده يبقى في لوس اوف اكستنسور ميكانيزم عشان اكستنشن والاكستنشن بيبقى عضله اسمها ايه كوادريسبس فيمورس وانت ولاد لسه ما صحتوش صح لسه ما صحتوش منهم عندكم حق او معاك الصبح دي مش حلوه بصراحه يعني المواعيد اقل حاجه 12 ده اقل حاجه اما الواحد يصحى ويفطر وياخد دش يفوق كده صح وبعدين هي مش وينز الكاكا عرفت بقى الصبح فين يعني لان فكره ان حد يصحى الصبح بدري دي مش كويسه صح تحب العقل تستمتع
وبتذاكر يعني مش بتستمتع بس بتذاكر بقى. وبرضه حتى لو حد فيكم بيحب اولاده يصحى 7 الصبح بدري، انا ما عنديش مانع ما تصحى 7 الصبح، وانا مال اهلي. اصحى 7 الصبح وتذاكر على بال ما تيجي، ذاكر حبه عظمه وبرضه ترد ردتين بسؤالين ثلاثه كده بدل ما نشاف منظر فور. ذاكر الصبح عشان تفضل فاكر لغايه ما تيجي. انت بتقولي له ايه يا عروسه؟ مش خليكي معايا عشان اعرف الدفعه مستواها ايه؟ شلت المونيتور بتاعي؟ شايفين اولاد التيبيا؟ فراكشر تيبيا، وده فراكشر تيبيا وفيبيلا. يلا قولوا له ذكرياتكم كده عن فراكشر تيبيا. اوبن فراكشر. والدكتوره قالت لي كومبارتمنتال سيندروم. مين اهم؟ ده اوبن فراكشر. اصل هو التيبيا وجات تحت الجلد، فصعب قوي تتكسر والجلد يفضل سليم. فعايز الطالب اول ما يسمع فراكشر تيبيا بيفكر في اوبن فراكشر، عكس الفراكشر فيمر. فراكشر فيمر يعني مش شرط انها تبقى اوبن، عادي انها تبقى كلوز، الفيمر غويطه يعني. فمين قالت لك فراكشر تيبيا فعلا لازم يطفو فوق سطح الزيت فكره الاوبن فراكشر. المشكله التاليه اللي وراها على طول كومبارتمنتال سندروم. السؤال الجاي، طب وليه كومبارتمنتال سندروم خطر في ذهنك قوي؟ الحته دي فاشيه فيها جامده. اربعه كومبارتمنت ما شاء الله الواد بتاع بني سويف هو حافظ ريتم. انتيريور واثنين بوستيريور وواحده لاترال. شوف الدكتور بتقول لي انتيريور واثنين لاترال وواحده بوستيريور، تتصرف يعني. يا واحده انتيريور واحده انتيريور واحده لاترال واثنين بوستيريور. وبعدين زميلها بيزعق لي بيقول لي كويس قوي انها ما قالتش لاترال وميديا. كان ممكن تقول لك لاترال كومبارتمنت وميديا كومبارتمنت، تلم نفسك حلو كده. يعني في انتيرو كومبارتمنت وفي لاترال كومبارتمنت وفي اثنين ايه؟ فهنا دي فشه ولاد جامده قوي، دي فشه جامده قوي. فاحتماليه كومبارتمنتال سندروم عاليه عاليه. مش كان طالب اول ما يسمع كلمه فراكشر تيبيا، فراكشر تيبيا في حاجات كده بتتداعى الى ذهنه. اول حاجه ايه؟ اوبن فراكشر. تاني حاجه كومبارتمنتال سندروم، برافو عليكم. تالت حاجه ان التيبيا هي العظمه اللي شايلانا لكن الفيبلا لا. لو حد جاله ايزوليتد فراكشر فيبلا ممكن يوم يقف. بيتوجع ولا اكيد؟ ما هو مش كلب، هو بيتوجع بس ممكن يوم يقف. لكن لو جاله فراكشر تيبيا هينام هيقعد ما عرفش يقوم. لو فراكشر تيبيا ما عرفش يقوم. التيبيا اولاد هي العظمه اللي شايلانا، التيبيا هي العظمه اللي هي شايلانا. فاهمين هذا لا؟ يلا قولوا لي افكار تتداعى الى رقصه عند رؤيه الفراكشر تيبيا. اوبن فراكشر كومبارتمنتال سندروم مش هيعرف يقوم. ودايما الفراكشر تيبيا معاه فراكشر فيبلا، لان التيبيا لما تتكسر الفيبرا بتبقى رفيعه قوي ما بتتحملش فبتتكسر هي كمان. ممكن تلاقي حد عنده ايزوليتد فراكشر فيبرا، لكن لو التيبيا اتكسرت الاغلب ان الفيبرا مكسور. الاغلب، قول ورايا الاغلب. الاغلب الاغلب يعني الاكثر، فاهمين؟ عشان ما حدش ياخدها ابسوليوت رول. لكن التيبيا لو اتكسرت الاغلب ان الفيبرا مكسوره، لان الفيبرا ما بتتحملش، الفيبرا رفيعه قوي، فاهمين؟ طب وانتوا عارفين لو ده اوبن فراكشر بنعمل ايه؟ كوش وانتي كل يوم انا احط كوش وانتي جنبها، كوش وانتي صح؟ مش مشكله، احنا لسه قدامنا العمر كبير. انا عايزكم تقعدوا كده لغايه ما تتجوزوا. يعني مش احنا يا اولاد لما بيبقى في اوبن فراكشر ده بيعتبر ايه؟ نقط وند.
untidy. Untidy wound. فاحنا لازم ندخل عام فين؟ دوش عشان نحوله لايه؟ لتايدي. طب وبتجنب الكومبارتمنتال سندروم ازاي؟ بسيب الفشه مفتوحه اصلا. يعني انا بفتح الفشه عشان اعمل ديبرايد في الهاف. فاهمين على؟ وبعدين بعمل اكسترنال سكليتال فيكسيشن. واضحه لا؟ مش احنا قلنا حكايه تايدي وانتايدي دي يوم الجمعه؟ قلنا حكايه الكشك وانتي بعدين روحنا بعدين جينا من الثلاث. انت اول ما تنام تبقى كده؟ مش احنا متعودين الانتايدي وين ده ولاد الكشك وانتي؟ اي جرح كده ولاد انتايدي كشك وانتي على طول. الفراكشر ده بيسموه ايه؟ بو ايه؟ بوتس. مانيولار فراكشر. المانيولار فراكشر ده شعرنا فيه مسمار لكل فراكشر. تاك تاك تيك تاك تيك توك. شعرنا فيه مسمار لكل فراكشر. الحالة الوحيدة اللي يركب فيها كبيرة جبس ايزوليتد فراكشر لاترال مانيولس. يعني لاترال مانيولس لوحدها مكسورة. لكن وانس ان حاجة مكسورة مع اللاترال مانيولس لازم انترنال فيكسيشن. لكن لو ايزوليتد لاترال مانيولر فراكشر ممكن كبيرة جبس. دي في ريزون فور. ليه؟ عشان الفيبلا مش هي انا بديت مساحه اعلى شويه. اللاترال مانيولس جزء من الفيبلا والميديال مان حلو كده. الرجل فيها تيبيا وفيبلا. تمام. اللاترال مانيولس جزء من الفيبلا والفيبلا مش هي العظمه اللي شايلانا. وبالتالي انا ممكن اعمل كبيرة جبس والعيان هيتحرك مش هيجيله دي في تيب. لكن لو الميديال مانيولس مكسوره لازم انترنال فيكسيشن. لازم انترنال فيكسيشن عشان الايرلي امبلم والا يجيله دي في تي. تعرفين اللي هو الريمب مشهور فيه قوي الانترنال فيكسيشن عشان مش عشان رابد هيلينج. على فكره الانترنال فيكسيشن ما يسرعش الهيلينج. الانترنال فيكسيشن يسرع الامبلم مش الهيلينج. نعم. ما هنا زي ما انت شايف في مصامير كتير. فده سير ديجري كمان. ده دايما ثلاث مصامير. ده طاق تيك توك. لا انا بكلمك على دي. ماشي؟ ماشي يا رخم؟ هو قصده ان بوتس وصف الاكسترنال فيكسيشن مش الانترنال فيكسيشن. هو قصده كده. سيبكم منه ولا تعبروا. internal fixation external fixation قول عليها بوتس يلا بس اتكلم. عارفين ده راجل عنده السكر بعدين شايفين العظمه عامله ازاي. عنده diabetic foot infection. الاوستيومايلايتس دي اكيوت ولا كرونيك؟ ليه كرونيك؟ عشان بان في الاكس راي. برافو عليك. ولا في توصل مع لانس بان في الاكس راي؟ امال بيبان في ايه؟ ام ار اي. تخيل وانت قاعد مع الجزمنا هو لا في توصل مع لانس بان في الاكس راي؟ امال بيبان في ايه؟ ممكن راجل يحصل له حاجه. يعني تخيل طالب حافظ لا في توصل مع لانس ما بانش في الاكس راي بس هو مش حافظ بيبان في الاكس راي. ايه طالب مخصوص؟ ده مدخلين النص الطالب. هو الاكيوت اوستو مايلايتس ده في الاكس راي ولا لا؟ ما بانش في الاكيوت في الاكس راي. ما الاكيوت اوستو مايلايتس ده في ايه؟ ام ار اي. صح ولا لا؟ انما اللي بيبان في الاكس راي كده وسيكوستر ومبدع هو كرونيك ايه؟ اوستو مايلايتس. يلا لك كده قولوا لي العيان ده دلوقتي عندك عيان عنده دايبيتك فود جالك العياده. الله الله يس
في ثلاث دكاتره هو رابطه، حاجه جميله عارفين عليه ثلاث دكاتره رابطه، يعني حاجه مشهوره قوي. حاجه مشهوره قوي، ممكن على اخر السنه 10 يردوا، وال10 كفايه. يعني احنا عايزين دكاتره قد ايه في مصر؟ احنا عايزين اي حد بس يعالج العينين لما نكبر، يعني محتاجين كم واحد يعالجنا لما نكبر بس. لكن الباقي يشوف حاله بقى يتجوز يفتح مشروع. هو الدايبيتك فوت اول ما يجي اول حاجه بنعملها ايه؟ التعفيل عنده البطس فيه محسوس. يلا روح كمل. يا رب شمعة تنور قلوبهم عشان يقتلوا عيالهم. قول الله قول الله الله قول الله الله قول الله ولا سلطانية. جبرايل خش سيدي ده قطيدي وانت ولاد. اسكت يا الاخرى اسكت. بقول دايبيتك انفكشن، ما دايبيتك فوت انفكشن بيبقى فيه دايبيتك ألسر وأوستيومايلايتيس وسيكويسترم وساينس عمال يطلع عظم ميت. قول لي ان في كورونا كان تايد، يعني كورونا اوستيومايلايتس وفي عظم، اكيد في عظم ميت سيكوستر، في ساينس بيطلع العظم الميت من ده الكاركتر يا اولاد بتاع كورونا اوستيومايلايتس. دايبيتيك فوت انفكشن يا اولاد، فده جرح عن تايد، فانا لازم اخش اعمل ديبرايدمنت عشان احوله الى هو يعني اكتر واحد فيكم جاوب الواد ده، بس جاوب من الصفحة. أليسوسرايزيشن هو فتحت عنده صفحة الكورونيك أوستومالايتس فافتكر إن كان في كلمة اسمها سوسرايزيشن. خلي بالك السوسرايزيشن ده جزء من الدبرايدمنت، بس ده الجزء اللي خاص بالعظم الميت. يعني أنا هخش على الأنسجة الميتة أقصقصها، وعلى الفاشية أفتحها، وعلى العظم الميت أعمله سوسرايزيشن. لو كان تروما وفي ارتري متعور بخيطه، فاهمين يا ولاد؟ يعني السوسرايزيشن ده جزء من الدبرايدمنت، بس ده الجزء الخاص بالكورونيك اوستيومايلايتس. عايزكم تتفرجوا بقى ايه عليكم تتحركوا. اوعى تفتكروا الواد ده، انا بس بسيط عشان بحب اصيط يعني، لكن هو قال لي قول الله صح؟ قول الله. تعرفين قول الله دي ليها سوسرايزيشن، والواد ده اتكلم بالانجليزي، هو ده اسمه، هو ده مستوى. قال لي قول الله لا اله الا الله. قول الله يعني يفهمني، يعني حظه من القرايه قليل شويه. الولد ده قارئ افضل شويه، فقال لي سوسرايزيشن از جود، لكن مفيش مشاعر لسه يا ولاد، لسه مشاعركم مش حلوه كده. الطب مش سهل بيتحرك، فاهمين؟ ده ديرتي وولي انتايدي. هو الدايبيتك فوت انفكشن ده ايه؟ ما هو انتايدي وولي، فانا باخده اعمله ديبرايدمنت. في وسط الديبرايدمنت بقى شوف انت هتتعامل مع ايه؟ فاهمين يا رب؟ لعلمك انا هضطر اشيل صباع كبير ده اشمعنى؟ ما بقاش فيه عظم خلاص خالص. بقى مهلي. اوعى تفتكر ان انا ممكن اسيب صابع من غير عظم، هيبقى مهلي ده، ممكن اعمله بنين. فالعين ده انا ممكن اضطر اشيله صابع، فاهمين؟ طب فضل العين ده جالي دايبيتك فوت انفكشن كده، وبعدين بحس البلس ما لقيتش بلس، شاطر اعمل انجيوجرافي واشوف الران ان وران اوت، وبعدين احط درافت او اعمل بالون دايلاتيشن وستيل لغايه ما البلس يرجع. لما البلس يرجع ابقى اخش بعمل ديبرايدمنت واقفله عشان يبقى في دم الجرح يجي. ده اول حاجه عملتها ايه؟ البلس.
وبقى في سهمين طالعين، في بالز وما فيش بالز. واضحه؟ لا. شايفين علاج الدايابيتك فوت انفكشن عامل ايه في الريت؟ شايفين اوستو مالايتس فين؟ ده محتاج 100 تارسل امبيتيشن. قول لي عندك عامل ازاي؟ الغدا ان شاء الله اول ما اروح الكويت هيشوف حد عنده دايابيتك فوت انفكشن هيشوف له البطن. ده لو فضل فاكر لغايه ما ينطق بالطياره ويروح الكويت. ممكن ينزل في الكويت ويقول لك دي بلد ثانيه. ما يشوفش البطس الحرق يعني. طب لو لقيت بطس هتعمل ايه؟ تعمل ديبرايدنج. وبعدين وانت بتعمل ديبرايدنج هتلاقي سكوسترا هتعمل له ايه؟ سوسرايزيشن. وبعدين هتقفل الدك بعد الديبرايدنج صح؟ او اسيبه مفتوح واغير عليه من ثلاثه واقفله، او احط فلاب ريكونستراكشن قدر لانه انسان مخروم ويقوم الانسان بقفل اخيه الانسان بالريكونستراكشن قدر. لكن عين السكر يا اولاد ما تسيبوش مفتوح كده هي بالسكندري انفكشن هيبقى ليه انفكتد. عين السكر جرحه ما يتسابش في الهواء. انما لو البلس مش محسوس، لو البلس مش محسوس لا هعمل انجو واعمل ريفاسكولاريزيشن وبعدين اعمل الدبرايد. وانا نفسي ازود حاجه بس انتوا مضايقني يعني مش عارف يعني عايز افهمك الفرق بين انسجه ميته وبوكتس وباص. يعني لو في بوكتس وباص هفتح البوكتس وباص قبل الريفاسكولاريزيشن لان عندي سيفيرلي توكسيك. انما لو نيكروتيك تيشو هعمل ريفاسكولاريزيشن الاول قبل الدبرايد. بس انا يا اولاد مش قادر حتى اعلمك الفرق بين انسجه وحشه وميته وبين بوكتس وباص كمان. يعني مش مديني مساحه، مش مديني مساحه. لما يجي لك دايابيتك فوت تعمل له ايه؟ اعمل له ايه؟ اعمل نحس البلط وانا شارح ومراجع مرتين. طب اعمل ايه تاني؟ وكل مناسبه يا اولاد افتح الكلام. ما تقرا يالا، خش الاوضه بتاعت المذاكره، خش كده. بعدين هنقعد نحل حالات مع بعض يا اولاد. هشوف نفسه هجيب لكم في الحالات حالة دايابيتك فود. هتقعد تعذبني كده كتير؟ ما تخلص يالا. شايفين الهيومرس؟ شايفين الجلينويد كافيتي؟ هو هنا العظم شكله معيوب صح؟ يعني تحسوا ان فيه عيب. العيب ده في الابيفيسز ولا في الميتافيسز؟ في الميتافيسز. شايفين الابيفيسز؟ شايفين الطاقية سليمة ازاي؟ الابيفيسز دي يا ولاد اللي هي الطاقية. الابيفيسز دي اللي هي الطاقية. شايفين الطاقية سليمة ازاي؟ واضحة؟ لكن العيب هنا في الميتافيسيس. السؤال الجاي الليجن ده بناين ولا مالجن؟ يعني قصدي العظم طافح على اللحم خارج على اللحم ولا في خط واضح بين العظم واللحم؟ في خط واضح اهو، يعني العظم مش طافح على اللحم. فده بناين ليجن في الميتافيسيس. بناين ليجن في الميتافيسيس عامل صوت بابل يبقى انيوريزمال سيست. لو كان الصوت بابل ده في الابيفيسيس يبقى جاينت سيل تيومر، لو في الميتافيسيس يبقى انيوريزمال سيست، انيوريزمال بون سيست. كمالك باصص لي الغربه كده بيقول لي مفيش ترانجل. لا مفيش ترانجل، هو البريوستيا ما هو لازم في العظمة ده يا ابني. العظم مش طافح على اللحم. مالجنانس ده تلاقي العظم كانه شرشر على اللحم اللي هو بيقولوا عليه صار ري. العظم طافح على اللحم ده سموز، ده سموز. ترسمه بالقلم، ترسمه بالقلم.
انا اصلا ما فكرتش في استوساركوما اصلا. فاهمين يا ولاد؟ فده بناين ليجن. طبعا انيوريزما السيست كده تبقى العظمه لايبل فور باثولوجيكال فراكشر وعلاجها بيوريت وبون شيبسي. بيوريتك حتى وبون شيبسي. شايفين البون ستوك ده ولا؟ عارفين الورم ده كلينيكال كبير. وصعب ما في الاكس ري صغير. شد عليه كابو كاربو. ده المشروم تيوما اللي هو الاكزوستوزيس اللي هي اوستيوكوندروما اكزوستوزيس. ففي بون ستوب بس عليه كابو كارتر كبير. فالورم ده كلينيكال كبير انما في الراديولوجي بيبان صغير لان اللي باين العظمه بس الكارترج مش باين. تعرفي العين ده لا عنده بليدنج بالرقبه يعني عنده مرض ايه كمان؟ فاميليا بلوبوز. تحبوا تفحصوا بطنه؟ دور على ديزمويد تيومر اللي هو فايبروما فين؟ ريستا شيز. انا مبسوط او فايبروما في الانتيريو ريستا شيز. هو الحقيقه في الجاردنر بالذات بيصير ريستا شيز. وانت يعني عمال تقول انتيريو بوستيريو ما تشطر. ما تلم نفسك ليه يا عم؟ نفسك بتفهم. الديزمويد لما يجي في الانتيريو التشخيص بيجي في واحده فيميل مالتي بارا وعلى جرح سيزيريان سيكشن. فيميل مالتي بارا على جرح سيزيريان سيكشن. لكن لما بيجي في جاردنر سندروم بيبقى في البوستيريو التشخيص. طيب هو الفاميليا بلوبوزيس ده على كروموزوم كام؟ خمسه. دومينانت ولا ريسيسيف؟ دومينانت. قولوا لي فاميليا بلوبوزيس ريسيسيف تركوت سندروم. وده بقى معاه ايه؟ سي ان اس تيومر. شوف الدكتوره بتقول سي ان اس تيومر. انت عارفين هتاخد النمره. ما احنا هنعمل ايه؟ قبل ده انا بسألها تركو السندروم معايا ايه؟ حلو حلو بتشاور الباقيين اصلا حلو انها بتشاور تاخد وانت ساكت اللي هو ده احلى حاجه. شوف زميلكو بيقول لي انا دخلت الامتحان فالراجل بيسألني انا عايز سويرنج في الانتيريو ترانجل اوف ذا نيك. فين؟ في الماسكولار ترانجل اوف ذا نيك. فقال له جويتر. قال له ايه تاني؟ راجل يا عيني تجرب. لا جاوب. قال له مثلا سويرنج في الماسكولار ترانجل اوف ذا نيك. قال له ايه؟ قال له جويتر. فراجل يا عيني لا طالب جاوب يعني انبسط. ففرد قلوعه كده وافتكر نفسه اكزامينر وهيسال بقى والطالب هيجاوب. وبعدين الولد قال له ايه تاني؟ قال له ايه تاني؟ خلاص هو بويتر وتلم نفسك. فاهمين ولا لا؟ وبعدين طبعا الراجل يا عيني نفسه في الحاجات اللي جوه البريترا كان فاشل. نفسه في السعر بلوسال سيس، نفسه في البريترا كير والبريلا رينجا ليمف نود. ما كل الحاجات دي يا ولاد هنا. الراجل مواطن مصري يعني من حقه ان هو برضه يسمع له كلمتين وسخين. يعني عايز سويرنج في الميد لاين اوف ذا نيك. حقه مواطن مصري يعني اعتبره بابا. هو ده نفس السؤال بتاع ايه سويرنج موف ذا ويز بس بطريقه ثانيه. بيقول لك ايه تاني الكلاكيع هنا؟ قول له اللي موف ذا ويز دي بلوتيشن. قول له او في حاجات ثانيه ديرمويد سيستم مش عايزها. فاهمين يا ولاد؟ وفي لايبوما. انت عارف لو قال له حاجات من الجلد لايبوما سيفيشال سيست هيقول لنا ها ايه تاني؟ هو عايز موفز الحاجات اللي بتتحرك مع الفيجيتيشن ما تلاقيه. فعيني الراجل حته سد. فقال له انت مش عارف؟ راح منال دكتور امتياز قال له تعالى
قول له اسمه انجتانيا. قال له اني رزم في الكاروتيد. قال له انت فول مارك امشي امشي. فرجع قلنا يا دكتور ربنا يخليك احنا الحمد لله ما بنخشش لوحدنا, احنا بنخش مع زمايلنا ومش مع زمايلي بس, مع الامتياز كمان. بس يا عيني برضه كلام اولا. تيجوا بقى نحل الحالات مع بعض الاقي نفس المستوى ده. انا بحاول اراجع المنهج تاني على الاكس راي والجرات وبتاع, براجع المنهج اهو تاني. انت اقرا مدي ايدك بقى. مين اللي قال لهم يقدموا الامتحان؟ خلص عشان جه متكرر. لو كان جه جديد ما كانش خلص, كان زمانك دلوقتي بتعد الصح كم واحده صح. اول ما تلاقي ايد او رجل فيها ريدي لوسنت شادو فدي الكوندروما. اول ما تلاقي ايد او رجل فيها ريدي لوسنت شادو كده فدي الكوندروما. يا عروسه اول ما تلاقي ايد او رجل فيها ريدي لوسنت شادو كده فدي الكوندروما على طول. اكتر مشاكل للانكوندروما باثولوجيكال فراكشر وسكيليتال ديفورميتي. فاكرين الواد اخو العروسه؟ فاكرين الفرح اللي كنا عاملينه وبعدين دخل اخو العروسه ديفورمت كده وسالتك تتجوزها ولا لا؟ الاجابه ايه؟ لو كانت لا مش غنيه, لو حلوه. لو حلوه توكل على الله. ليه؟ عشان مش فاميليا. ما حدش غير الكلام اللي انا قلته. فاهمين؟ ما سواء المرض مش فاميليا. فاهمين؟ مالتو كوندروماتوزيس عيبه باثولوجيكال فراكشر وديفورميتي. باثولوجيكال فراكشر وايه؟ وديفورميتي. ايه رايكم هو ده العظم طفح على اللحم؟ فاهم يا ولا مش فاهم؟ شايف العظم طفح على اللحم ازاي؟ شايف؟ هنا بقى ممكن تقول لي كود منطراني. شايف الجريوس ده مرفوع ازاي؟ لكن شايف العظم طفح على اللحم ازاي؟ ما تقدرش ترسم خط. السؤال الجاي, طب الساركوما دي ايبيفيزيال ولا ميتافيزيال؟ ميتافيزيال. شايفين الميفس السليم ازاي؟ شايفين الميتافيس ازاي اللي فيها المشكلة؟ واضحة ولا لا؟ الساركوما دي عادة تين ايجر. يعني عايز اصغر منكم كمان ولا لا؟ تين ايجر صغير. عارفين العيال اللي هم لسه ناجحين في الثانوية دول؟ هم دول التين ايجر اللي عمال يقول لك انا مش عرضوا عليا اروح المانيا. قلت لهم لا اهبل. بعد كده هيروح على المانيا يدوس رجله. ما ردوش ياخدوه عشان صائد متكلم. عارفين هو يقول لك كمان احنا كلنا هنجيب امتياز, احنا مجموعنا كبير قوي في الثانويه العامه. قال يعني الناس اللي موجودين جوه الكليه دول ما كانوش اوائل الثانويه العامه. في يا ولد انت صغير بتبقى عبيط ازاي؟ الله. واربع مواد بس. وخمسه وسته الحمل بايدي وسته الحمل بايدي في اول مادتين. ارقام جراحه بس مش اللي هو هو ده اولادي اللي بيجي له قصه الكوما. هو القصه الكوما اولاد مرض التين ايجر. تمام؟ تعقيل عنده ساعات اولاد بيجي له حاجات غريبه. فيفر وانون ايتيولوجي برا مالجنان سندروم. ساعات يجيله فيفر وانون ايتيولوجي ووجع شديد في العظم. وجع شديد يعمل له حاجه اسمها سودو باراليسيس. يعني يبقى مش منتالي باراليزد بس, ورجله كمان باراليزد. فاهمين؟
هنا هذا لا طبعا علاج العاد ده يا ولاد الان ساندويتش جميل سيرجري ساندويتش ان كيمو سيرابي يعني كيمو سيرابي سيرجري كيمو سيرابي كيمو سيرابي قبل السيرجري اسمه ايه بعد السيرابي اسمه ايه اجل بعد حالات يعني كيمو سيرابي لغايه ما الورم يفش خالص وبعدين يخش الشيرو ويحط بوت صناعي وبعدين يكملوا كيمو سيرابي سيرجري ساندويتش ان كيمو سيرابي فاهمين هذا لا هو هنا العظم طفح على اللحم ما طفحش صح يبقى حاجه بيناين حاجه بيناين في الايبيفيسز ولا في الميتافيسز يبقى اوستيو بلاستوما انت عارفين لو دي في الميتافيسز يبقى انيوريزمال سيستم او بون سيستم تمام انما لو في الايبيفيسز تبقى اوستيو بلاستوما الاوستيو بلاستوما ايبيفيزيال ليجن لكن البون سيست ميتافيزيال ليجن واضحه لا حد يقول لي بون سيست في العظم سيمبل سيست او انيوريزمال سيست او هايداتد سيست او اوستيايتس فايبروزا سيستيكا مين يقول براون تيوم؟ فالغريب قوي يا رب براون تيوم انا حاسس انا معاك دكتور مش عارف ليه رقم لي تقديراتك وحشه تقديراتك يا كويسه كام؟ امتياز تقديرها كام يعني؟ ايه؟ تمنوف يا رب؟ قول لأبوك يلا الله يبارك فيك والله تبقى دكتور كويس أوي وأنا لسه فاكر إن الأوستيايتس فايبروزا سيستيكا لونها بني والأوستيوبلاستوما لونها بني على فكرة الأوستيوبلاستوما لما بتيجي بيبقى لونها بني برضه فهو بيقول لي براون تيومر لما سمع أوستيوايتس فايبروزا سيستيكا بيقول لي ذا براون تيومر هي بيقولوها صح أوستيوايتس فايبروزا بس هي الأوستيوبلاستوما كده برضه لونها براون فحد فيكم قارئ جيد يعني عايز استدعوا روحي الواد اللي هو أول الثانوية العامة اللي فاكر إن هو هيخش يغير خلطة بيه وإن مات بيعقوب وسط عايزكم تستدعوا التايجر لوك كنت داخل على الكتاب وتحاول تعمل اي حاجه بعد نص الكلاسروم دي بتعمل ايه؟ بنعمل كيوريت شاطر وبن ايه؟ شيبسي الحاجات البناين فراغات العظم بننضفها ونردمها شيبسي ولو حد فيكم شاطر قوي يقول لي عظمه مهمه وعظمه مش مهمه وعظمه ما اقدرش اوصل لها لو عظمه مهمه بيوريت وبون شيبسي عظمه مش مهمه بنشيلها عظمه ما اقدرش اوصل لها ايراديشن لما نوصل لمستوى بقى يا لكن دايما فراغات العظم بيوريت وبون شيبسي شايفين البطشه البيضه دي يا ولاد في الهيب اكتر ورم بيجي كده في الهيب بون كوندروساركوما يقول لك فلافي كوتون ابييرنس
عارفين حكايه القطه لما يجي انك يجوا يعملوا كده؟ اقول لكم زي غزل البنات، يعني بالنسبه لكم انتوا زي غزل البنات كده. واضحه؟ حاجه شبه غزل البنات في الطبق. فالكوندرو ساركوما كده طبق غزل البنات في الحوض. مين الطبق؟ الحوض. ومين غزل البنات؟ الورم كوندرو ساركوما. طب الغزل البنات تعرف غزل البنات كده اللي هو السكر الشعر ده موجود في الكويت؟ كله اسمه غزل البنات برضه؟ شعر البنات؟ حاجة فيها بنات. بس ساعات بيبقى روز. بقول له ساعات بيبقى روز، قال لي في بنات شعرها روز. فاكر بدا يفهم نوع. فاكر الحصه اللي فاتت لما قلت له مين بنى عرب خوف وقال انا مش مصري. اتغير. فين على؟ والله قد يكون مالكم مايلوما وقد يكون بوم تس، مش عارف. مين جدع يقول لي افرق بانفستيجيشن ايه؟ شاطر. رد الدكتور على طول ما شاء الله، ردت قالت لي بون سكان. لو لقيتها هوت يبقى متاستس، لو كولد يبقى مالكم مايلوما. المالكم مايلوما في البون سكان كولد، لكن البون متاستس في البون سكان هوت. شوفوا اولاد المالتو بالاوستيوليتك ليجن، شوفوا ممكن تبقى في الاكزال سكيلتون كله. انا ما اعرفش بقى ده متاستس ولا ده مالتو بمايلوما. فهعمل بوني سكان، لو لقيتها هوك كده تبقى ايه؟ متاستس. شايفين النقط السودا دي؟ السودا كده عم بتشع جامد. انما لو لقيت الليجنز كولد تبقى ايه؟ مالتو بمايلوما. معلش ولا ده مش قله ثقه يعني. لو واحد عنده مالتو ميتاستس كده تعملوه ازاي؟ باليتيف دي مصاره، لان باليتيف يعني ايه؟ يعني نبوس نبوس كده ونطبطب عليه، هو ده كلمه باليتيف. باليتيف دي مصاره. اتفضل. طب لو قلت لك باليتيف دي مصاره بس في عظمه، العظمه دي بتوجع قوي، نعملها راديشن. العظمه اللي بتوجع قوي نعملها راديشن. بس خلي بالك ما بنعملش راديشن عليه. اصل هو كمان الراديشن اخر سلاح ليه. لو رجع الورم تاني هيبقى ريزيستنت فور. عشان كده ما بعملش راديشن الا لو العظمه واجعاه قوي، ما عنديش حل تاني. حتى المورفين مش جاب نتيجه. سي زي ما الدكتوره قالت لي كده، علاج واحد عنده مالتو ميتاستس كده ده كارسينوما ستيج 4. الستيج 4 ده يعني باليتي كتير صرف. فاهمين؟ وبعدين قالت لي باليتي كتير صرفي، بقول له طب لا، طب لو عظمه بتوجعه قوي، قالت لي ممكن نعمل على الحته اللي بتوجعه بس اراديشن. طب فدي اتكسر، حصل باثولوجيكال فراكشر في العظم. هخش افتح واشيل الحته اللي متكسره دي واحط بون جراف. دي جابت بقى افتح واحط بون جراف. مش كل ما توجعه افتح واحط بون جراف. لما تعمل باثولوجيكال فراكشر. واضحه؟ انا في حاجات ثانيه كان نفسي ان انا اقولها بس كل حاجه جديده، كل حاجه جديدة. النوبة الجاية بقى كده شوية كده ونبدأ نعرف الداتا بقى يا لهوي، هتقطعوني لو اتكلمت تاني. صح؟ حفظتوا اللي بقوله؟ اكتم يلا احبس المعلومات. احبسها لغاية ما الامتحان يخلص. ها؟
شايفين الاستابلم هنا والاستابلم هنا فاضيين، والهيد هنا فوق والهيد هنا فوق، بعدين ده عيل صغير. شايفين الاوسيفيكيشن سنتر؟ لو حد يفتكر ده فراكشر، مفيش حد هيجيله فراكشر استابلم عن ناحيتين سموث كده الا لو عطيته على المنشار. ده الاوسيفيكيشن سنتر، فده كونجينيتال هيب ديسلوكيشن، بايلاترال كونجينيتال هيب ديسلوكيشن. شايفين الهيد ده ولاد بره استابلم ازاي؟ عارفين لو وصلت خط كده بالعرض من الاوسيفيكيشن سنتر ده الاوسيفيكيشن سنتر ده، وبعدين خط بالطول فيرتيكال كده من شفه الاستابلم، هلاقي الهيد براه بره الخطين. ده كيرنز لاين، كيرنز لاين. مش مهم هوريها لكم الخطاطه، بعد كده هتقطع الجراح. لكن ده بايلاترال هيب ديسلوكيشن. عايز اتاكد بس من حاجه، هو ده لازم يبقى اليونيت؟ لا مش شرط، ممكن يبقى طفل، ممكن يبقى ادوليسن. عشان كده بطلوا اسم كونجينيتال هيب ديسلوكيشن وسموه ديفلوبمنتال ديسبليزيا اوف ذا هيب. يعني بطلوا اسم كونجينيتال هيب ديسلوكيشن عشان كده، عشان مش شرط يبقى ديتنج سينس بيرث، بيقولوا عليها ديفلوبمنتال ديسلوكيشن اوف ذا هيب. تعرفين الواد ده لو مشي ولاد يبقى ماشي بيترقص ودلنج جيت لانه بايلات، لو يونيلاترال ترند انفيرت، لو بايلاترال ودلنج جيت، لو يونيلاترال ترند انفيرت جيت، لو بايلاترال لو يونيلاترال ترند انفيرت، لو بايلاترال ودلنج ترند انفيرت جيت يعني يقعد، ترند انفيرت جيت يعني يقعد، ودلنج يعني بيترقص هو ماشي. مين جاي يقول لي كلمة جنب ودلنج جيت؟ المنظر ده ايه غير ودلنج جيت؟ وايد برينيم، شايفين برينيم؟ شايفين اصلا؟ هو البرينيم بيحضره شمالا ايه؟ السكروتا، ويحضوه جنوبا ايه؟ الانا. طب لو في ميل يحضروه شمالا ايه؟ الفاجينا. لا لا والله مش مستعد. وجنوبا عارفين الحته دولت هي اللي بيحصل فيها برينيه كتير، وهي اللي بنصلحها، وهي بنام فيها البيوت يعني طلب السنسات فيها برينيه. طب ويحطوها شرقا وغربا؟ الفخدين. عارفين برينيه؟ لان الفخدين زي بين القصرين كده. عارف ايه الاصلين يعني؟ تعرفها؟ ولا السكرية؟ يا راجل وما اتفرجتش على الافلام بتاع بين الاصلين والسكرية؟ لا لازم تتفرج عليها. يا رقصة هتعجبك قوي في الكوميديا. كانت نادية لطفي بقى وعبد المنعم ابراهيم، كانت هي عمالة ترسم طاف يا بازالي تتفرج على الكويت كلها حلوة بس مش ولا اقول لك بلاش بلاش عشان ما تاخدش ذنوب واخش على النار بسبب المايك. شايفين البرينيم واسع ازاي ولا شايفين البرينيم واسع ازاي؟ وايد برينيم، وايد برينيم وادلينج جيت، وايد برينيم وادلينج جيت. طبعا ده العظم يا ولاد، معلش ده كان اصعب حاجه عليكم، لكن المسالك يا لهوي. طب انت واخد معاك كيس الشيبسي على اساس ان حد ممكن ياكله وانت مش موجود؟ ان انت سبت كيس شيبس وطلعت تجيب حاجه من بره رجعت لقيته مش
intravenous biography and IVO intravenous urography. طب هم غيروا ليه؟ اسال لو بشوف البلفس وبذاكرني بس كنت قلت عليها intravenous biography. يعني انا عايز اشوف البلفس وبذاكرني بس كنت قلت عليها intravenous biography. بس الحقيقه بشوف البلفس وبذاكرني واليوريتر وبعد كده اليوريا بلادر لما السبله بتنزل بلادر بصورها فهي intravenous urography. فغيروا الاسم من انترافينوس بايلوجرافي الى انترافينوس يوروجرافي. اول كلمه دي واضحه؟ عايزك تراقب حاجات كده. ايه ده؟ فليتس. فليتس في كله. انت عارفين عندي عمل بيب يبقى كويس. مش ده اقول لك قبل ما تعملوا اي بي يو حضر العيان. ودي له ملاينات وعصاير بس وبتاع عشان القولون ما يبقاش مليان غاز فيلخبط الطلبه ويسقط. سوري جاي طبعا انا بحب الاشعه دي قوي. ليه يا اولاد؟ واخدين بالكم القولون قدام الكيدني ازاي؟ عارفين حركه كلينيكالي الرينال سوينج الفيل ذا رينال انجل البالوكس ذا ريسباند اوف ريزونانس فرونت اوف ات. شايفينها؟ اهو انا موريك اهو بعينك الباند اوف ريزونانس ان فرانت اوف ايد. ادي لي تعود على ايد مني. عامل ايه تاني تقرا بقى؟ يعني مين ما عرفش يقول الكاركتر في رينال سويل؟ مين؟ هو رينال انجل دي بتقول ايه؟ الاستر ايه؟ واللاترال بوردر اوف سيكرو سباينال. برافو عليك. والرينال انجل كام دولار؟ اثنين. ليه؟ انجل كل ده تعب الواحد. انت جايين الانجل ثلاث ضلوع عادي. كل ده شقايا انا لوحدي. وشقايا ايه؟ مرة على بعض الطلبة. والبعض التاني يقول لك لا انا اتعلم لا نقطة. كويس. تعرفين الرينال سويلنج؟ الفيل ذا رينال انجل. البالوكس. ذا ريسباند اوف ريزونانس فرونت اوف ايد كله. ناخد مواعظ تاني؟ شايفين الميجور كليكس الثلاثة ميجور كليكس هو حاطط عليهم اسهم شايفينهم؟ بعد كده هنا ماينور كليكس. كليكس كلها بصة لاترال بعيد عن البرتيبرا. كليكس كلها بصة لاترال. لكن الهيرفيس واليوريتر باصص ميديا لناحية البرتيبرا. لو لقيت الكيليكس بص ناحية البرتبري يبقى دي مرة تيت الكيدني او بعض الكيليكس. يعني هورشو لو بايلاترال مرة تيت. يعني لو بايلاترال مرة تيت الكيدني هو دي هورشو كيدني. قال لو لقيت واحدة بس اللي مرة تيت تبقى مرة تيت الكيدني. لكن لو لقيت الاثنين مرة تيت هي دي هورشو كيدني. عارفين هورشو كيدني؟ تبقى مرة كده. وبتبقى ايه كمان؟ واطية. ليه واطية كايه؟ كبوزيشن مش كأناف مش كبيهيفير. ليه وقفت فين؟ عند الفيرمز التالت ارتري وقفها. انتوا ناويين تجاوبوا السؤال ده لو جه ولا ايه؟
غريب بمعنى السؤال ده اللي انتوا حاطينه. معلش بقى، طب ودي اللمبر كام؟ كمان؟ هو السيليا ترانك الليفل بتاعه كام؟ واحد. والسوبيرو ميزنتريك والانفيرو ميزنتريك ثلاثة. وفي كتب كشفتها فوق شوية، يعني ده اللمبر واحد لور بوردر ودي 12. بس أي حاجة واخدين بالكم من البلفس وبزاكيدني واليوريكا؟ واخدين بالكم من رينا الشدوى والرد عامل ازاي؟ شايفين الاسهم دي بتحاول توريك ايه؟ بتحاول توريك الشدوى بتاع البوردر بتاع الكيدني. شايفه باينه في ال باينه؟ عارفين ليه رينا الشدوى باين كده ورد في الاكس راي؟ عشان الكيدني حواليها فات. فالدنسيتي بتاع الكيدني غير الدنسيتي بتاع الفات. فباين الدنسيتيز مختلفة شوية. هو الكيدني حلقة اسمه ايه؟ بيري نفرك فات او فاشيا جيروتا او سكر كانت. لا وايه ايه ده؟ ايه ده؟ انا منبهر. تعرفين بعد شوية هيبدأ اليوريتر يبان. لكن اليوريتر مش هيبان كله. لان اليوريتر فيه بريستالس، ففي حتت باينه وحتت فيها بريستالس، بس هو ماشي على الترانسفيرس بروسس اوف لامبر فيرتيبري. شايفينه؟ يبدا من عند الترانسفيرس بروسس اوف سكند لامبر فيرتيبري، وبعدين يكمل على الترانسفيرس بروسس اوف لامبر فيرتيبري لغايه ما يخش الحوض، وبعدين يخش اليريا بدل. واضحه لا لا؟ طب انت الطالب قال لي انت عارف ده سدد في اليورين مش بريستالس، انا اقول له لا اكيد لا. ما سدد برشا ايه؟ هايلة. قالت لي ما فيك باب بريشر على الكيدني. لو كان في بارشال اوبستراكشن كان بعمل هيدرونيفروزيس. طب لو كان كومبليت اوبستراكشن الكلى مش هتبان خالص، هيحصل لنا شوت داون. الكلى ما تبانش خالص. لكن كويس قوي فكر ان انت في حته مش باينه، بس انت مش شايف باك بريشر على الكلى. فدي جاست بريستالسيس. لو شفت فيلم تاني هتلاقيها فاكره. ده مفيش باك بريشر على الكلى. لو كان في بارشال اوبستراكشن كان عمل هيدرونفروز. لو كومبليت اوبستراكشن كان عمل لنا شوت داون. فاهمين قال؟ واخدين بالكم ان اليورينري بلادر جوه الحوض؟ واخدين بالكم انها على حافه الحوض؟ يعني لها بلادر مش مطيره في النص كده، ما تلاقيش لها بلادر ثابت الحوض وطلعت فوق عارف. شايفين لها بلادر عامله ازاي؟ لها بلادر بيضاويه شويه. شايفينها ولا لا؟ واقفه على حافه الحوض بالظبط. يعني انا صورت الاول الكلى، اول ما الجراب ده بدات تتملي صفغه صورت الكلى واليورتر والجراب ده. تعرفين بعد كده هصور الجراب ده بس الحوض بالجراب ده بس. عارفين يسموا الفيلم ده ديسيندنج سيستوجرافي. تعرفين لما صورت الكلى لوحدها كده بس يسموها نيفروجرام. يعني فيلم من الاي في يو اللي مصور الكلى بس كده اسمه نيفروجرام. هو تعرفين جرام او جرافي او نيفروجرافي يعني بصور الكلى. فاهمين؟ ده الفيلم ده على بعضه كده اسمه اي في يو. لما بنصور الجرام بلادر بس يقولوا عليها سيستوجرافي. بس الحقيقه السيستوجرافي ممكن يبقى فيلم من افلام الاي في يو، وممكن اكون حاطط قسطره وحقنت صبغه. لو حطيت قسطره زي كده ولاد وحقنت صبغه يسموها اسندنج سيستوجرافي، لكن دي سموها ديسندنج سيستوجرافي. يعني السيستوجرافي اللي هي فيلم من افلام الاي في يو اسمها ديسندنج سيستوجرافي، لان الصبغه نازله لتحت. فاهمين يا ولاد؟ لكن لما بنحط قسطره ونحن صبغه بيسموها ايه؟ بس هو كل الاحوال سيستوجرافي. يلا ولاد، وانا لو صورت احمد يسموها ايه؟ احمد توجرافي.
لو صورت الكلى يسموها ايه؟ بايلوجرافي او نيفروجرافي. لما يصوروا الفيران بدل يسموها ايه؟ سيستوجرافي، تبع اتجاه الصبغه ديسندنج او اسندنج سيستوجرافي. تعرفين بعد ما نصور الفيران بدل كده؟ نقول له يتبوء. ونسميها ميكتيريشن فيلم او فويدنج فيلم. هو مسميها ايه؟ ميكتيريشن. فاهمين؟ وانت ممكن تقول عليا ايه غير ميكتيريشن؟ فويدنج فيلم. بنصوره هو بيفويد بالميكتيريه. ايه اكتر حاجه لفت نظرك في الفيديو ده؟ نولاترال فيو. شاطره دكتوره ليه؟ عشان ما غرقش جهاز الأشعة. ولو تدور كده ونام على ظهره تلاقي جهاز الأشعة غرق. وكده بنصوره ناتشورال فيو. وبليك لا. واحنا بنصوره في الحمام ولا على ترابيزة الأشعة؟ هصوره في الحمام، هاخد المكنة وأخش وراه. هو بيقول له كده نام على جنبك شوية ونحط الدور ونقول له حضرتك اتفضل تبول. لا بنحط الدور تريدي لوس انت مش راضي وليه. فما تعوقش الأشعة. طب نحط فوق ليه؟ عشان نديله لحظه برايفسي. يعني انت عارفه لو تعطيه العيال لو ما حسش بالبرايفسي ده ممكن ما يقدرش يتبول. قول له اتبول يقول لك لا ما اقدرش اتبول قدام الناس. قول له ما الفوق تفضى طياقه انا موجود في الفوق كامله. قال لك لا شفتين بقى اتبول. هو بيتبول اول لقطه كده تاخد له لقطه وبعدين يكمل في الحمام لانه مش ناخد له لقطه كده تاريخيه في الحقيقه. فرجع يجيب ناخد له بويدنج تاني كده عشان نشوف اليوريثرا ونشوف الريفلكس. الريفلكس كمان ان الصبغه تطلع اليوريثر تاني. لو طلعت اليوريثر تاني يبقى في ريفلكس. فالبويدنج فيلم ده حلو قوي رد في اليوريثرا والريفلكس. البويدنج فيلم ده حلو قوي في اليوريثرا والريفلكس. البويدنج فيلم ده حلو قوي في اليوريثرا والريفلكس. مين شاطر في المسالك يعمل لي جريدنج للريفلكس؟ جريد 1 حته من اليوريثر دايما. جريد 2 اليوريثر كله يبان لغايه البلفس وبزاتين. جريد 3 بدا يعمل باك بريشر على الكدني وفلاتنينج للكيلز. جريد 4 بالونينج للكيلز. ايها الراقدون تحت التراب قولوا لي تاني جريدنج. قولوا لي تاني جريدنج. جريد 1 حته اليوريثر تبان. جريد 2 كل اليوريثر يبان. جريد 3 باك بريشر لدرجه الفلاتري. جريد 4 بالون. ايه اللي هيحصل الكلام ده بعد شويه؟ اسمع بقى كلمه هيتنسي. هيتنسي كله كله هيتنسي. مش مشكله. تعالى تاني اللي ورانا ايه؟ بس عايز لحظة صفاء ذهني كده تنهار فيه. أي لحظة قبل الامتحان الله يفضلك. تعرفين بعد ما نصوره كده ولا هو بيتبول بنقول له يكمل تبول فين؟ تعرفين بعد ما يرجع بنصوره تاني. نجم نجم أولاد نجم. نصوره بيتبول ونصوره بعد التبول نجم. السؤال الجاي بنصوره بعد ما يتبول ليه؟ عشان نشوف الريزيديوال فوليوم. عشان نشوف الريزيديوال فوليوم. تعرفين لو لقيت الريزيديوال فوليوم ده بزيادة؟ يبقى العيان ده عنده كرونيك ريتنشن بيوريك. فاهمين يا ولاد؟ لو لقيت الريزيديوال فوليوم ده بزيادة يبقى العيان ده عنده كرونيك ريتنشن بيوريك. زي بروستاتا مثلا سنال لارج بروستيت. فالعيان مش عارف يتبول حلو. العيان مش عارف يتبول حلو. وانت ولا بطنه ولا جراحه؟ مين فيكم بطنه؟ مين فيكم كان بطنه؟ والباقي كله كان جراحه؟
طب تعطينا لما اجي راجع المراجعه الجايه هعمل لكم جدول تذاكروا وتيجي نحل كيسز وام اس كيو مع بعض ماشي وهنزل لكم المذكره الجديده متقسمه الاسئله كل باب اسئله الام اس كيو بتاعته والحالات محلوله حالات هحلها لكم محلول فاهمين ولا لا بس ذاكر بقى ذاكر يعني تعالى لي مرة مذاكر عارفين أغنية تلاقيني مرة صفيني مرة صفيني وانت مذاكر هي لاقيني مرة وانت مذاكر مرة وانت مسعيد أنا أعتقد أولاد إن أنت ما بتردش ترد عليا عشان كنت خايفين من الحسد كنت خايفين صحابك يحسدوك عارفين ده ولاد سيتي سكان دي كده ايه الاسود ده ده اللي نفرق فيه او باوش اسمه باتورينال او موريسون ما هنا موريسون عم عنون موريسون فده اللي باتورينال باوش ما ايه ده ولاد كولون اشمعنى جازس والفليتس منظر الجازس والفليتس هو ايه اللي بيبان اسود في سيت سكان الهواء والفات والفلويد برافو عليكم الهواء والفات والفلويد هما دول اللي يبانوا اسود كده في سيت سكان ايه العضلتين دول صور والعضلتين دول ايه سيكروس فاينالس ايه ده طورت برافو عليكم مال ايه ده غير من كده يا عجل استنى يا هند ده الانفيروبيناكير وده الرايت رينال فين وده الليفت رينال فين شايفين الرايت رينال فين قصير ازاي شايفين الليفت رينال فين طويل ازاي ومعدي قدام الاورطة هو فعلا في غلطة عندكم في السيتي سكان كاتبين على ده اورطه وده الفيلو بلاكيل ده الرايت كراس والليفت كراس يعني دي غلطه ما اعرفش دي عندكم ولا في سجايه عين شمس مش عارف في سيناهي فيهم كان فيها غلط فانتوا لما قلتوا لي دوت رينال دين كان ماشي كده جاي منين طيب جاي منين ده هو ماشي كده جاي منين وبعدين فجاه عمل انيوريزم انا دخل في ايه هو الليفت رينال فين بيعدي قدام الاورطه ولا ورا الاورطه؟ قدام الاورطه. النص التحتاني بتاع الحوض هو اللي الشرايين تعدي قدام الاورده. عشان كده دي في شمال اكتر من يمين. لكن النص الفوقاني حاضر يا دكتور حاضر انا هرد فين؟ لكن النص الفوقاني من الجسم الاورده تعدي قدام الشرايين. تعرفين لو شفت كتاب الاناتوم في حاجه اسمها اطلس. هتلاقي ان رينال فين الليفت رينال فين طويل ومعدي قدام الاورطة لكن الرايت رينال فين قصير نعم يا عروسة عايزة ايه؟ دي رايت كراس اوف ذا فراج دي رايت كراس اوف ذا فراج ودي ليفت كراس اوف ذا فراج والارتود ليجامنت عارفة الحتة دي؟ المدخل بتاعها ودي بودي سيستيك كدني او بايلاترال هيدرونفروز العبره بايه؟ كوميونيكيتنج وذ فيلفس ولا يعني العبره بالكلينيكال بيكتشر كوميونيكيتنج وذ فيلفس ولا بس البايلاتراليتي تحركني اكتر من ناحيه البودي سيستيك كدني يعني البايلاتراليتي تحركني اكتر من ناحيه البودي سيستيك كدني معلش بقى عايز كده طلعوا لنا الاي كيو مين ده؟ ليفر دي معظمكم هيدور ومين دي ودي يلا بقى نعلى شويه مين دي جول بلادر المترال ماسكه في الليفر دايما جول بلادر ثم الايه ده الهيباتيك فليكشن
واخدين بالكم اللي فاتت في ليكشر قصير، فاكرين الدبل كونتراست اللي شفناه من الجمعه؟ امال مين ده؟ طب ليه السبرين فريكشر باين جديد؟ عشان هو عالي قوي، فلما جينا خدنا الخط فيه بان اتنين. واضحه؟ ده اكتر كونجينيتال انومالي في جينانسيس اللي هو دبل بيلز. دبل بيلفس واحيانا دبل بيلفس دبل يوريتر. ده اكثر كونجينيتال انومالي في جينانسيس. بصوا هنا يا ولاد، شايفين دي بصه ناحيه الفيرتيبلا، شايفين الكليكس ده بص ناحيه الفيرتيبلا، يعني الكليكس لاترال والكليكس ميديا، تبقى كدني دي ايه؟ ما روتيتد واقف على صفر. ففي الكليكس لاترال والكليكس ميديا، بصوا دي كليكس ميديا والكليكس لاترال بينهما اليورج. باي لاترال ما روتيتد كدني ايكوال ايه؟ هورشو كدني. نعم. بص كيليكس كلها لاترال ازاي؟ ولا كيليكس باص تحت البنتبي خالص. عارفين كل كيليكس من ده مخبي وراه كيليكس تاني. كل كيليكس مخبي وراه كيليكس تاني. بص لو كيلا وقفت على صفة هيبقى كيليكس ميديا وكيليكس لاترال. كيليكس وراه ماينور كيليكس الثاني مستخبي، انما كده الاثنين ماينور كيليكس اتكشف، بس واحد ناحيه الفيرتبري وواحد ناحيه ايه؟ اللاترال. يعني كده وقفت على صفر، ما بقتش كده وقفت على صفر، فبقى في كيليكس كده وكيليكس كده واليورتا في النص. بص عليك. انتهى ولا لا؟ جنكشن اوبستراكشن بيو جي، يعني قفله عند البيلدي اوريتاليك جنكشن. صح يا رجل؟ قفله عند البيلدي اوريتاليك ايه؟ على فكره انت بدا يطلع لك بظابيط، صح؟ بظابيط. بظابيط بظابيط صح؟ القعده بقى القعده كده يا رب ما تقولش عليك. طب قولهم كده، انت رايك الاوبستراكشن ده كومبليت اوبستراكشن ولا بارشا؟ بارشا طبعا، لان عامل هايبر نكروز. لو كومبليت يعمل لنا شات داون. ده بارشا اوبستراكشن لان عامل هايبر نكروز. عارفين لو كومبليت اوبستراكشن يعمل لنا شات داون يقتلع من بلد. ما تاخدش السبب. فده بيو جي بيوريتيريك جانكشن اوبستراكشن.
اسمها حاجه اسمها الكوبيا فازايكا. شايفين الانتيرا ابدومينال وول مش موجود، والانتيرا وول اوف ذا رير بلادر مش موجود، وده البوستيرا وول اوف ذا رير بلادر. شايفين البلفيس مفتوح خالص ازاي؟ الواد ده هيبقى عنده وادلينج جيه فاكرين؟ ممكن على تيجوا تتفرجوا على الافلام بتاعت العظم والمسالك. ممكن؟ الناس اللي ما اتفرجتش اولاد تيجي تتفرج على افلام العظم، انا مش هتحايل عليكم. قد كده لو انت مش فاضي تديني نص يوم من عمرك وتيجي تتفرج على وتجاوب بالانجليزي وكده يعني. شايفين الكوبيا فازايكا البلفس مفتوح ازاي؟ شايفين الانتير وول وبيرا بدر مفتوح والبوستير وول باين. بس ده مش اكزومبل لان الامبرايكال كورد اهو سليم. يعني الكوبيا فازايكا الخرم تحت الامبرايكا. الكوبيا فازايكا يا اولاد الخرم تحت الامبرايكا. واضحه؟ شايفينها؟ ده avoiding film. ده avoiding film. Iteration film. شايفين يا بلدك؟ شايفين اليسرى دايريتد لكن جت لغاية هنا وقفت. ده الـ commonest cause of bilateral hydronephrosis في الطب. Posterior lateral valve. شايفين البول واقف هنا متحاش. البول واقف هنا متحاش. شايفين بلادر نيك فاتحه خالص، بلادر نيك مفتوحه خالص. خلي بالكم فوق السدد دايلاتيشن، تحت السدد كولابس، فاكيد السدد مش هنا. السدد مش هنا. شايفين السدد فين؟ دي النقطه يا اولاد اللي بيقولوا عليها بالانجليزي ترانزيشن بوينت، المنطقه ما بين الدايلاتيشن والكولابس يقولوا عليها ترانزيشن بوينت. فاهمين يا ولاد ولا لا؟ شايفين البوستيريور لاترال فالف؟ علاجها سهل قوي. بقى مدخل المنظار وبالكتل قطع الفالف. بس هي عايزها لو سبتها تمرين الفيلير الولد. يعني لو سبتها تمرين الفيلير لانها بتعمل بايلاترال هيدرونفروز. تعرفين مشاكل اليوريسرا؟ تعمل كورونيك ريتنشن. اصل ده بيعدي بول اهو، البول اهو معاكي. بس بيعدي بول مش كما ينبغي. يعني الفالف مش قافل خالص، بيعدي شويه ويبقى شويه، فده كرونيك ريتنشن. الكرونيك ريتنشن اوف يورين بعد شويه يعمل بايلاترال هيدرونفروز. يعني الكرونيك ريتنشن اوف يورين بعد شويه يعمل بايلاترال هيدرونفروز. واضحه ده ولا لا؟ شايفين الكدني دي؟ شايفين الكدني ده العامل خبط في ظهره؟ بعدين شايفين الصبغه اللي طالعه من الكدني؟ شايفين الكدني ده في مكانها؟ فالصبغه طالعه بره، هتبقى طالعه منين؟ اكيد من الكدني. ما ده اي دي يو، اي دي يو بيبين الكدني يوريتر يراب بدل. فايه ايه ايه اللي طلع الصبغه دي؟ الصبغه دي جت منين؟ اكيد من الكدني. السؤال الجاي، طب هو في حد بيشخص دلوقتي رابشر كيدني باي فيو؟ امال بيشخصها بايه؟ فاست اللي هو السونار، ولما العين استيبل وز كونترا وز كونترا. تعرفوا تدوا كونتراست العين السي تي؟ يلا وروني تدوا سي تي ازاي كونتراست. كونتراست بقه وكونتراست فين؟ في الانس. ما انا مش هديله كونتراست بقه واستنى لما كونتراست يوصل الكوره، انا هنعفي كده. نديله كونتراست بقه وكونتراست في الانس وكونتراست فين تاني؟ في الوريد. قولوا لي ثلاثه كونتراست، بقه والانس والوريد، وبعدين اعمل له سكين. انتوا بتقول بعد ايه؟
اسالك ايه؟ لا ولا فاكره. وفي واحد تاني بيقول لي صح احنا بقول الصوت كتير. ما فيش حد بصراحه بيعمل اي بي دلوقتي. احنا بنعمل سي تي وسكونتراست، بس قبل ما اعمل سي تي وسكونتراست لازم اعالج استيفول وابتدي فانكشن كويس. ليه؟ عشان اشوف الانتستين، اشوف الاسوفجاس والاستومك والانتستين، واشوف الريكتم والكولون بالمره. يعني ده عن تروما، فاحنا هنحب تشوف الكولون معدي قدام الكيدني ازاي؟ طب ما الكولون ممكن يبقى متعور. فاهمه؟ شفت الكولون معدي قدام الكيدني. فطالما هعمل سي تي وسكونتر، اعمل سي تي لعين تروما ولعين ستيبل والكيدني فانكشن كويسه، يبقى وسكونتر استحسن. عايز ايه؟ ايه؟ عشان دي اي بي يو. زميلكم بيقول لي مش باين هنا الكونتراست. عشان دي اي بي يو مش سي تي وسكونتراست. انا بقول لكم ما بطلوا يعملوا الاي بي يو دي. هما دلوقتي بيعملوا سي تي وسكونتراست. المهم ان انا قلت بطلوا يعملوا اي بي يو. بيعملوا سي تي وسكونتراست. وقعدت احكي بقى على سي تي وسكونتراست. فهو قال لي امال فين الكونتراست؟ ايه يا ولاد في ايه؟ هو ده بي تي مال ابيليبسي. الاشعه دي اسمها ايه؟ اي بي يو. قولوا ورايا اي بي يو. قولوا بطلوا يعملوه وبقوا يعملوا سي تي وسكونتراست. هي دي اللي فيها اشعه من فوق، صبغه من فوق وصبغه من تحت. السرعه دي في الشرح كويسه؟ يا السرعه دي كويسه انا معاك، بس عايزين 4-5 سنين كده وبعدين نخلص بقى. شايفين ده عيان كان عنده ستون هنا عند البلدي والتالت جامشن، وكانوا بيعملوا له ايه؟ مين شاطر يقول لي كانوا بيعملوا له ايه؟ شو انت بتعمل لي باك؟ باك باك اسمها بوش بانج. طلع ايوه برافو عليك، برافو اديك النمرة. طب في الاكزامينر هيديها النمرة على طول. صوتها النمرة؟ بعمل تقول بيحاول يزق الحصوة في البلفس وبذاكرني ليه بيزقها في البلفس وبذاكرني؟ عشان يكسرها. احنا لما نكسر حصوة في المسالك بنحب نكسرها في الفسحة. نظريتي ايه؟ الرقاصة. الحصوة عشان تتكسر يا ولاد لازم تتهز، تاخد طاقة وتتهز تتهز تتهز فوق وبعدين تنفجر. تجربة عملية في الفرع، احضر القصة والعياذ بالله. شوفها على الستيج هتلاقيها بتتهز أيام اهتزازات. الجزء الثاني من التجربة، دع الراقصة في الأنبوبة. هتلاحظ حاجة، لأنها لا تستطيع أن تهتز. وبالتالي تفتيت الحصوه في اليوريتر الفيليا ريت بتاعه عادي، لكن تفتيت الحصوه في البلبس وبذاكرني في الفسحه سوف تهتز الحصوه ايام اهتزاز. قلت لكم حكايه الرقاصه، وحطيتها على الستيج في الفرع، وحطيتها في الانبوبه، ولعبتكم شيكا على العين وشيكا على الوقت. كل ده عشان اخد طالبه عايز اقول عايز بوش باك كمان. بصي احنا داخلين لوحدنا. تعرفين يا ولاد هو بيعمل بوش بانك عور اليورك. شايفين القسطرة عورت اليورك. أكتر سبب للإنجري أوف ذا يوريتر في الريسنت إيرا ياتروجين. بقى فيه يوريتروسكوب مناظير لليوريتر ودورميا باسكت ويوريتريك كاديتر. فاهمين يا ولاد؟ فشوفوا انا اعور اليوريتر. شوفوا اما حقن صبغه، شايفين الصبغه طلعت ازاي بره؟ هو حد يفتكر دي دبل يوريتر؟ شايفين الدبل يوريتر؟ يبقى معاه دبل بيلبس.
وبعدين يرى الترقيق على بعض مش يرى الترقيق. يعني لو قلت لي على دي مثلا دبليو اوكي اليوريتر ده رايح فين؟ اسال روحك. يعني حد قال دبليو اليوريتر في الامتحان يا لهوي هيقلب نفسه جامد. يعني في فرق بين دي ودي واضحه؟ الفيلم ده اسمه ايه؟ سيستوغرام. اسندنج ولا ديسندنج؟ ليه اسندنج؟ في اسطره ايه؟ امال ايه دي؟ ده البالونه بتاعت الاسطره. بروستد؟ بروستد مدوره كده؟ فاهمين البروست غلط، البروست بتبقى هضبة سبويل لايف. القسطرة بتاعت البالونة بتاعت القسطرة الفولي هما بيبقوا فيها ايه؟ هوا ولا صلايب؟ ليه صلايب؟ عشان لو نفخوها هوا طبقوا في سطح البول فتبقى ايه؟ بترول. وتبقى دي قسطرة راكبة فين؟ في الكويت. فاحنا بننفخها صلاينا ولاد عشان تغرق فتجيب ايه؟ فاكر اهو؟ فاكر انا قلت لك؟ واضحه رضا ولا لا؟ بعدين حالوا صبغه، شايفين الصبغه رايحه فين؟ هو ده انت ربنا رابشه؟ راين ريترو بلوتونين. مفيش لا يا مش لا لا هتقولي لي راشونال مين اللي قال عشان طالع لفوق؟ شاطره دكتوره. طب هو طالع لفوق دي انت معناها ان انت فاهمه اناتومي ان البريتون مش مغطي الا فوق بس في رقبه بدر. فلو اتقطعت لفوق تبقى انترا بلوتونين، لو اتقطعت في اي جدار تاني تبقى اكسترا بلوتونين. هو البريتون مش مغطي في رقبه بدر الا فوق بس. بعد كده بيبقى ريفلكتد على ايه؟ على مين؟ امال على مين؟ فيكتور. ويعمل هيبتوفازايكال باوش. يعني بينزل مين؟ بينزل سنه كده في الصوره بعد مين؟ على مين؟ لا الصف بس. شايفين الصبغه طالعه لفوق ازاي؟ تبقى دي انترا بلوتونيال رابشر. يا لا لا ده دي متعوره؟ لا كده ده كله بنت الكل شايفين غازات؟ العام ده مليان غازات ليه؟ ليه مش محضرين؟ عشان تروما. يعني صعب عن تروما اقول له تقعد طول الليل تقعد يوم بحاله عصير وقعد شرجيه يقول لك انا تروما دلوقتي انا ارجن أنا صفحة تانية. فمدخلوا بكاكاهو بلازاته بسلطاته بابا جنوب تمام؟ يعني تيجي الرئة بلدن أمال إيه اللي متعور ده؟ دي رسمة صح؟ حتى الشادو بتاع البينيس أهو ودي الجلانز بينيس أهي وبعدين دي القسطرة داخلة في اليوريسرا وبعدين القسطرة وقفت. أسرع وقفت ليه؟ حتى التانية مش عارفة تعدي ليه؟ مقطوعة. طب إيه رأيك ومقطوعة انترا بيلفيك ولا اكسترا بيلفيك؟ طبعا انترا بيلفيك الصبغة جوه الحوضة أهي. تعرفين اكسترا بيلفيك تبقى فين؟ بره الحوض. عارفين انترا بيلفيك تبقى فين؟ جوه الحوض. عارفين اكسترا بيلفيك تبقى فين؟ بره الحوض. لأن الإنجليزة ولاد شاطرين في الانجليزي. يا لهوي يا دكتور بس انا شايفها متلوقه على الحوض من بره. لا اصل دي صبغه فالدنسيتي بتاعتها اكتر من جول فباينه انها على الحوض من بره بس هي في الحقيقه على الحوض من جوه.
فهمني؟ بس هو الصبغه الدنسيتي بتاعتها اكتر من جول لان احنا مقدرينها. شوفوا الاكسترا بيلفل رابشر اليسرا، تاخدوا بالكم ان الصبغه فين؟ صبغه فين؟ انا مصر اسمع منكم صبغه فين؟ بره القلوب، بره، قولوا بره الاول، بره في الحوض، بره ده ايديو كده كويس، بره في الحوض. هم ده يا ولاد؟ لا لا بلاش جوه الحوض مره واحده، بلاش جوه الحوض. لكن دي فين يا ولاد؟ بره في الحوض، لان هي اكسترا بلبت وانترا بلبت. ايه الفرق بين العيان ده والعيان ده؟ ده انترا بلبت وده اكسترا بلبت، يعني مفيش فايده. استنى انا شايف موضوع اكبر من كده، حتى مفيش حد بيهزر معايا، محدش بيقول لي انترا بيبي وكوستر. انت عارفه انك تلاقي طلبه ما بتهزرش كده، تعرف ان في مشكله افلتيتي، حتى مش قادر يرد الردود اللي ممكن نضحك عليها. اه احنا لسه قايلينها، مش قادر، بره منتالي بره لايف. طب في العيان ده اتعور ازاي؟ سقط على الخازوق، فولينج استرايك، ولا واحد وقع من البلكونه، يا بيقع واقف يا يقع مربع. لو وقع واقف يديله ايه؟ يديله بوكس فراكشن. لو وقع بلانت جريد يوم المفصل كله يتكسر، يحصل دياسيس للانكل جوينت. لو وقع مايل قدام الانتيريور مالياس تتكسر، لو وقع مايل ورا البوستيريور مالياس تتكسر. فاهمين؟ طب لو وقع قاعد في طوبة ولا مفيش؟ لو في طوبة قدام شوية يرسرا، ورا ركبة، يعني وانت نازل كده تقول لهم حركوا طوبة قدام، حركوا طوبة ورا. لو كنتوا شيلوا الطوبة فنزلت مفيش طوبة. فراكشر فرتبري، فراكشر ديسك، فراكشر ديسك. عرفتوا وقعت البلكونة؟ جنب الحوض، تمام، فراكشر بلبس. يا لهوي بقيت دكتور، بقيت دكتور، ممكن نتكلم معاك بالانجليزي. أمال ده ولاد؟ اه ده واضح ان هو كان محزون. متأسف مش ده كان محزوق ومعدي الشارع، فراحت خبطته عربيه، راحت رابده مفرقعه فوق وعملت انترا بروتونيال رابشر. كل ورايا كان محزوق واتخبط في لحظه حزقه، واتخبط في لحظه ايه؟ حزقه، فحصل انترا بروتونيال رابشر. امال ايه اللي يعور اليوريثرا جوه البلبس كده؟ فراكشر بلبس. ايه اللي يعور اليوريثرا جوه البلبس؟ فراكشر بلبس. وده فولينج ايه؟ ده كانوا بيعملوه ده ايه؟ بوش باك. ده كانوا بيعملوا ايه؟ بوش بانج. بانج انت اول مره، انت مبسوط قوي، ده ما راهاش قبل كده يعني. انا لسه خلص مرحله الاستقرار، انا لسه في مرحله الاستقرار. قال بوش بانج قوي يعني. ما ده اتخبط ازاي؟ وهو محظوظ. ده راجل ولا ست؟ راجل، غالبا راجل. فراكشر الرابشر يوريا بلادر انترا بيلبيك كده،
بتعمل واحد معزول واحد معزول ده بيبقى غالبا راجل. الستات بتحزن، الست اول ما تحزن تعمل ايه؟ تخش الحمام. تمام، سفنكتر ضعيف ما ينفعش، ما تعرفش كان نوت ويستان. انما الراجل ممكن يتحزق ويكبر دماغه ويستنى لغايه بالليل، فالرياضه بتاعته بتبقى مليانه على الاخر، السفنكتر قوي. قال اللي اتعور انت ربنا ربشر كده ده راجل غالبا. دي انترا بيلبك ولا اكسترا بيلبك؟ ليه انترا بيلبك؟ ده جوه الحوض، برافو عليك. وده فراكشر بيلبك، انترا بيلبك رابشر يبقى فراكشر بيلبك. امال ده ايه؟ وايه اللي عور اليوريثرا بره البيلبك؟ فولينج استرايز. عارفين الراجل ده اسمه ايه؟ اسمه جون. لا لا اهو كويت نفر قالي مش بطاقة. شايفين الشادو بتاع البريبيوس؟ اهو نط اهو قالي مش بطاقة. تعرفين ده؟ مخيمة من طهرة. وانت عندكم في الكويت يا رب اسمه من الكويت يا خيمة عندنا. ما عندنا عادي. طب قول لي احنا بنطار الناس ليه؟ ليه رجالة بتطار؟ عشان الدين. برافو كويس. لا لا عارف مين بيطار؟ انا ودي المسلمين. لا المسلمين واليهود المسلمين مش شرط، لكن المسلمين واليهود لازم يطهروا. عشان كده لو تاخدوا بالكم محدش بيعترض على طهارة الرجالة، هم معترضين على طهارة البنات لان اليهود ما يطهروش البنات. هم اي حاجة عند الاسلام بيحتاجوا عليها على طول كده. انت عارفين نذبح الخروف؟ ايه يا ملك القوي نذبح الخروف في العيد. قولوا طب بالنسبة لما تحت تديك الرومي تبقى في الجرسة. طبعا الزق ده كله من عند اليهود عشان تفهموا، الزق ده كله من عند اليهود. فهم ما قدروش يعترضوا على طهارة الرجالة لأن اليهود بيطهر، لكن هم هيعترضوا على طهارة إيه؟ الستات. فاهمين هذا؟ لا. السؤال الجاي ليه تانية أنا بتطهر؟ العادات والتقاليد. عارفين المصريين بيطهروا من قبل ما اليهود يجوا مصر. هو اليهود كانوا في مصر صح؟ ومشوا مع سيدنا موسى. جم مصر امتى؟ ايام سيدنا يوسف. الله يخرب بس دينكم ولا عارف. عارفين سيدنا يوسف كان جه مصر وبعدين بعد جاب امه وابوه. فمين ابو سيدنا يوسف؟ الله يخرب بس دينكم. انتوا ضايعين في كل حاجه يا تاريخ الارض. الله يخرب بيت فرنسا مش عارف اي حاجه. فاليهود حتى قبل ما يجوا مصر احنا بنطهر. انت عارفين يا ولاد ان الفراعنه ناقشين الطهاره على جدران المعابد؟ العيال اللي في الصعيد لو رحتوا المعبد هتلاقيهم حاطين البريبيوس على حجر وبيضربوه بحجر تاني يوقعوه. معبد الاله بس اللي هو اله المسخره عند العلماء المصريين كانوا بيحطوا البريميوس على حجر ويكسروه بحجر تاني. ده لو تاخدوا بالكم المسلمين والمسيحيين عندنا في مصر يطهروا. مسلمين ومسيحيين يطهروا. اشمعنى؟ عشان احنا مصريين. فاهمين؟ احنا بنطهر من قديم الازل، لكن في اوروبا هكون في اوروبا مش مصريين. وبالتالي ما بيطهروش. ايه؟ زميلكو سألني ايه سبب الطهارات تاني غير العادات وغير الدين؟ مثلا لا مش خمسة سبب. حاجة اسمها فيموزيس. واحد بيقوله ده رجالة. يعني حتى في النساء مستواها ما عرفش من الاستجمة بتزود الانسيدنس في كانسر سيرفيكس. يعني عدى على النساء بسرعة قوي. فبيقول له كانسر سيرفيكس قال له لا ده احنا بنتكلم في الرجالة.
يعني حتى ما اعرفش ان الاستجما بتزود الانسولين حتى بسرعه قوي يا اولاد، حتى بسرعه قوي. سنه خمسه قالوا سنه خمسه خلصت، قالوا خلصت داخل على سنه سته مش مصدق. هو عدم الطهاره ده اللي بتعمل حاجه اسمها استجما، والاستجما دي بتزود نسبه الكانسر سيرفكس شويه صغيره. فدايما هما يدرسوها في النساء الطلبه يعني ان الاستجما من اسباب زياده الكانسر سيرفكس، بس هي يعني الحقيقه ما بيزودش الكانسر سيرفكس قوي، لدرجه ان اوروبا اللي عامله الاحصاء دي ما بيطهروش. يعني اوروبا اللي عاملين الاحصاء دي ما بيطهروش. فالحقيقه ده مش سبب من اسباب الطهاره، لكن هي ميزه من مميزات الطهاره انها بتقلل الكانسر سيرفكس. عشان كده الكانسر سيرفكس في الشرق الاوسط نسبته اقل من الكانسر سيرفكس في اوروبا. فهمت؟ اه انت اتحرمت من التعليم في سنه خمسه، فجالك التعليم تاني في سنه سته بالعافيه. حاول حاول. لكن ممكن نطهر لاسباب باثولوجيكال. يعني مثلا حد لا اه يا ابن قالي ماسك في القميص، قال لي لا القميص لا، اما انا كنت بفك حاجات. عارفين يا ولاد البينس العيب بيتولد عليه حته جده كده اسمها بريبيوس. سيركمسيشن يعني احنا بنشيل البريبيوس. فبقى ده جلانز بينس. فاهمين هو ده السيركمسيشن؟ ان احنا بنشيل ايه؟ بريبيوس. فساعات في عيال بيبقى فتحه البريبيوس ضيقه قوي. فالعيل يجي يتبول يصور. فده حاجه اسمها فيبوزيس. فاحنا بنطهره حتى لو جون. يعني لو جون جاله في موسس هيطهروه. يعني تعرفين ده؟ بتبقى جون. بس جاله هو صغير ايه؟ في موسس فطهروه. اللي هو فتحة البريبيوس بتبقى ايه؟ ضيقة. ودي انتوا خدتوها في الامبلايكال هرنيا في الاطفال. اللي هي الانفانتايل امبلايكال هرنيا. دي واحدة من البريسيبيتيتنج فاكتور اللي بتخلي عيل يعيط كتير ويحزن كتير. الفيموزيس. دي واضحة يا ولاد الفيموزيس؟ حاجة تانية. ساعات الناس في بلاد الفرنجة بيبقوا الموديل ده. كويس؟ وعنده هنا مين؟ أما أنا عارف إن عنده جلانس. عنده سميجما. أنت كنت بتاخد لسه فين؟ عند مين؟ احسن برضه حفاظا على ارواح التكاتف. كان عنده هنا يا اولاد. فهم بيعتبروا السميجما دي باد هايجين. فهو ايه؟ بيبقى سكران. مثلا اليوم ايه بيبقى سكران غالبا؟ فهو ايه؟ بياخد السطر دي نايبر. فبياخد معاه ازازه الخمره ويخش الحمام. هاف ذا بوتل اند بلاي ويز مي، اللي هو خد الازازه ايه؟ هو تعبني بس جنيه. وبعدين يشمر البريبيوس بتاعه شويه. فيلاقي سميت مع جرانز بيت. فيحط حبه خمره كده على كلينكس. الخمره دي فيها كحول والعياذ بالله. وبعدين ايه؟ يقعد ايه؟ ينظف السميجما لان الكحول يدوب الدهن. وبعدين يرد البريبيوس. ساعات بقى مع الخمره الدماغ العالي قوي يرجع البريبيوس ويشيل السميجما وينسى يشد البريبيوس يرجعه تاني. يقوم البريبيوس يضغط على الجلانز بينس. فالجلانز بينس يورم. فيخش البشره السيركل اديما كومبريشن كومبريشن اديما، يوصل لمرحله ان الجلانز بينس هيبقى جندل. فيضطروا يطهروه عشان يفكوا الخنقه اللي على الجلانز بينس. دي اسمها بارا فيموزيس، يعني ضرب فيموزيس. تعرفين لو حد صور كده؟ ليه؟ صور كده بارا.
ايه ده ايه؟ ايه ده؟ حفظته؟ انت عارفين العيال اللي عنده هايبوسبيدياز؟ بيتأكد؟ شاطر يالا جدع، شوف رد على طول، قال لي ده هودي بريبيوس، بريبيوس مشكوك، أنا ليه عملت في القميص كده؟ عشان هو بيبقى مشهور من تحت، بيقولوا عليها هودي بريبيوس، بيقولوا بيطهرها الملايكة. لا تكمل عمل الملايكة، ليه بقى؟ عشان احنا بناخد بالطهر فين؟ هو وقت العمليات بناخد حتة الجلدة دي ونكمل بيها للرسم. عشان كده محفظكم إذا قالت لك الأم الواد ده مولود كده مطهران ملايكة لا تكمل عمل الملايكة. الملايكة سايبة حتة الجلد دي تصلح بيها الولد. تمام؟ عشان كده لو قلت لي إيه تاني إمتى جون يبقى مطهر؟ إمتى فيموزيس أرافيموزيس هايبوسبيدياس؟ فاهمين يا ولد؟ بس قفلة يا ولاد جون طبعا كوكو كان غير مبرر. تعرفين هو خاف قوي يا ولاد؟ الواد ده اصلا صعيدي من بني سويف. هلي ده البنطلون نعم يا ابني ده كم القميص. هلي ارى كم القميص يا ابوي. هذا صعيدي بتاع ايه؟ هو مين المدافع عن لواء الصعيدة؟ بينو مجاس مجاس لا الصعيدة مش كده. بس عيني بتدار عليه مش مصداق. اوعى تفتكر يا ولاد ان انا قاعد اتكلم معاكم على السيركمسيجن كده مثلا بهزر معايا. انا عايز اروح. هو انا هديكم النهارده السيركمسيجن؟ مش النهارده في اوبرتر وفي السيركمسيجن؟ الانديكيشنز كلها خلصت جوه المسالك وفي حته بقى الطالب مش عمال يقول لك ايه اللي دي مفضله في الورقة. يعني دي مش حلوة قوي. تعرفين العيال عنده ايه؟ عنده بايلاترال هايدروليتر هيدروليتر. لما تلاقي بايلاترال هايدروليتر هيدروليتر فكر في ايه؟ اليسرى او الارادة كده. برافو عليك. يعني بايلاترال هايدروليتر هيدروليتر الاوبستراكتيف يوروباسي ده في جراب لادر او اليورستر. أكثر سبب لبايلاترال هيدروريتر هيدرونفلوزيس في طفل صغير بيوجين. أكثر سبب لبايلاترال هيدروريتر هيدرونفلوزيس في حد كبير في السن سيناين اللارجر بروست. أكثر سبب لبايلاترال هيدروريتر هيدرونفلوزيس ان ايجيبت البلهارس. شوفوا البلهارس يا ولاد عامله كالسيفيكيشن في البلدر ازاي؟ دي بلين اكس راي. شايفين بلين اكس راي؟ شايفين الكالسيفايد رابلادا؟ بلين اكس راي. شايفين الكالسيفايد رابلادا؟ ممكن تقول لي ده سيستوغرافي. فاهم يعني ايه سيستوغرافي؟ شايف الرابلادا بتبقى عامله زي ريحه العيش الشامي. بيضة كل عفرة في العيش عارفين وانتم بتاكلوا فول وطعمية في سندوتشات بيضة مدورة كده. مين أشهر واحد عندكم؟ يعني احنا عندنا ندى بتنفع تاكل منها. واحد بتاع طعمية وفول. جاد الشبراوي عندكم جاد؟ جاد الشبراوي عفرة في العيش المدور ده جرينا للبلد. مين بصوا ده؟ ده قولة فاضية. شايفين دي قولة فاضية؟ شايفين الكالسيفايد رابلادر؟ قولة فاضية.
دي اولاد زي دي. الا لو كنت اعمش بقى او في حاجه يعني. فدي بلين اكس راي فيها كالسيفايد يوريا بلادر. هو البلهارسيا بتعمل كالسيفايد يوريا بلادر وممكن تعمل ستريتشر يوريسترا وتعمل بايلاترال هايدرويوريتر وهايدرويوريتر اكتر اسباب في مصر. شايفين في حصوة عند البلفير ثالث جانشن يعني عند وصلت عند السكند لمبر فيرتيبري تقريبا في منطقة البلفير ثالث جانشن. طب الحصوة دي هتعمل ايه في العيان؟ هتعمله بي جي؟ هو الحصوة بتعمل اوبستراكشن؟ وهي في البلفير ثالث جانشن يبقى هتعمله ايه؟ بي جي؟ عارفين بي جي ده قد يكون كونجينيتال اللي هو ابنورمال فالف وقد يكون اكواير ستريكشر ستون. هي الحصوه دي هتعمل هايدرونفروزس؟ لا لو بارشال اوبستراكشن اه تعمل هايدرويورتا؟ لا يعملها مليورتا. عارفين بي جي ده هايدرونفروزس وزاوت هايدرويورتا. البي جي ده اولاد هايدرونفروزس وزاوت هايدرويورتا وقد يكون كونجينيتال وقد يكون اكواب. البي جي ده قد يكون كونجينيتال قد يكون اكواب. ده عيل صغير عنده مالتيبل سكلوروز. دي جميله بيحبوها قوي. تعرفين ستون في الرايت هايبوكوندريا كده؟ قد تكون ستون كيدني وقد تكون ستون جول بلادر. فهنعمل ايه؟ الترا ساوند ده الاحدث الاقدم لاترال فيو. فلو لقيت الحصوه على الفرتبري كده تبقى ايه؟ كيدني. لو لقيتها ناحيه الريبس تبقى جول بلادر لان جول بلادر قدام ناحيه الضلوع. حتى احنا نحس جول بلادر من قدام وبنحس الكيدني منين؟ من ورا. انا ما اعرفش انتوا فاهمين ولا الكيدني ورا لكن الجول بلادر قدام. فلو الحصوه عند الضلوع يبقى دي جول بلادر. لكن لو الحصوه ورا على الفرتبري كده تبقى دي ايه؟ كده. لما بصوروا انتر بوستيريور ما اعرفش الدبث بتاعها لانها بلناي. عشان كده اقول لك دايما عشان تاخد 3 دي محتاج تو فيوز انتر بوستيريور ولاترال فيو فتعرف تاخد 3 دي. يعني دي مثلا حصوه في الرايت هايبوكوندريا انا ما اعرفش هي سوبرفيشال ولا دي. عايز تعرف سوبرفيشال ولا دي بتقوم واخد ايه؟ لاترال فيو معاها. الدنيا بقى؟ شايفه؟ وبعد الجنب قال لها بعد كل ده مش شايفه ده قرب يخلص. ايوه كده يا ولاد خليكم كده رجاله مع بعض وردوا وهزروا. هي مش مستاهله ولازم تبقى ادب كونشس اورينتد تو تايم بليز اند ديفرنس. التعليم مش كابه دي والابه دي ده يعني شايفين الاكس راي؟ اه دي جميله. ايه ده ولا ده؟ كله غازات واضح ان العين ايه؟ مش محضر حيبقى تروما. لو عنده رينا كوليك يعني. يعني ارجل مش متحضر. واخدين بالكم من الستونز اللي هنا؟ الستون دي ستون ايه؟ دور اشمعنى؟ يعني على الترانسفيرس بروس بلمبر بتلمي شايفينها؟ كده تبقى بعيدة شوية. مش أعلى الكدني أوبزيت تو ذا أبر 3 لمبر فيرتيبري. بس دي على الترانسفيرس بروس بالظبط. الكدني تبقى أبعد شوية يعني. ودي ستوك يوريتر برضه. لو يراها بلادر كانت وقعت هنا. يعني يراها بلادر ليه تقعد في النص؟ إيه إذا كان العين نايم على جنبه وإحنا ما بنصورش العين ولا على جنبه.
فدي ستون يوريتر عند دخلة اليوريتر في اليوريا بلادر. سؤال جاي، طب في حاجة قلقاك؟ المالتي بليست دي قد تكون هايبر بارا. وريني يا لأ هايبر بارا ثيروديزم بون هايبوكالسيميا هايبو روح اكسر تعالى الدنيا ايه المشكله طب فين عنده ممكن يبقى هايبر بارا ثيروديزم بون ستون مون جاي الدكتوره طبعا ردت رد جميل قالت لي لازم نعالج الهايبر باراثيروديزم الاول قبل الاستون وانا متفق معاها تماما بس انا لو سالتها ليه مش هتجاوب هيدا سالت قالت لي ممكن يجيله هايبر كالسيمي كرايسيس يخش في مالتنا الهايبر كالسيمي والموت لان ده عيان اندوكراين عرضته للستريس يلا انا معلمكم حاجه كتاب الاندوكراين يموت اي عيان اندوكراين لو عرضته للستريس يموت ده لو عرضته للستريس يجيله مالجنان هايبر كالسيم وسيفير ديهايدريشن يموت وانتوا خلصتوا الاندوكراين في البطنه؟ ان شاء الله بطنه وجراحه خلصت خلاص يعني ايه مالجنان هايبر كالسيم؟ يعني الكالسيوم عالي عن 14 صح؟ وايه مشكلة ان الكالسيوم يعلى قوي كده؟ ان الكالسيوم هو نازل في البول بياخد معاه مية هو الهايبر باراثيروديزم والهايبر كالسيميا بطبيعتها بتعمل باليوريا تخيل بقى لو مريضنا بهايبر كالسيميا دي هيدريشن العند علاجه ايه؟ عيان ده هيدريت العلاج ايه انا مش مصدق هو اوقاته بتقعدوا قدام الناس كده ولا كان عندنا استاذ الله يرحمه هيجي يقول العيال بتوع البكالوريوس دول عيال ضايعة تقول له عيان بيخر الدم تديله ايه بص له تقول له يا ابني بيخر الدم الدم تديله ايه انت معايا عيال طبعا ممكن تهزر معايا تقول له ايه حسب الكلاس الله اكبر الله اكبر على حسب الكلاس ده ممكن تديله فلويد او نديله دم على حسب الكلاس قال كده بجد قال كده والله يخرب بيت سنين يا عروسه انت معايا ولا مش معايا مسكت التليفون وقعدت تدور على صور فساتين الفرح قالت بقى ما بديهاش هو ده اللي باقينا قعدت تدور بقى على فساتين الفرح عشان لها ايه ودك معايا ودك معايا خلاص ربنا يكرمك يا رب انما قلبها مع فساتين معايا هي ودها معايا انما قلبها مع فساتين مش معايا ولا شكرا يا دكتور توحشوني يا اولاد ده لما تكبروا كده اولاد اللي عندكم عيال وبتاع افتكروا قد ايه العيال دي كلها عارفين حد ضرب عيالك هبهدلوا جيناتك وعدتهم انت عارفين لما تلاقي عيالك بتتكلم في الفصل وسايب الحصه عمال يتكلم ما تضربوش تروح تقول للميس دي جينات انا كده ممكن تلاقي بنتك نازله تحت الديسك وقاعده تلعب تحت الديسك وسايبه الميس بتشرح في الحصه ما تعملهاش حاجه فاهمه؟ قولوا لي هو لو في هايبر باراثيروديزم بنعالج الهايبر كالسيميا الاول لا تخش في مالجنا الهايبر كالسيميا شكرا دكتوره
الحقيقة ما فيش هايبر كالسيميا وانا عايز اعالجه دلوقتي. وريني هتعالجي ازاي؟ يعني هتعالجي الناحية اليمين الاول ولا الناحية الشمال الاول؟ على حسب الفانكشن هنعالج مين؟ بنبدأ بمين؟ بالحلوة. بنبدأ بمين؟ بالحلوة. بنبدأ بمين؟ بالحلوة. افرض دقيقتك بتقولي بنبدأ بالوحشة، يبقى انت اصلا صائم. بنبدأ بايه؟ بالحلوة. السؤال الجاي، طب انا اعرف مين احلى من الثانية ازاي؟ الاي بيو. برافو عليك. اصل ميوليا والكريات يوريني الفانكشن بتاع الكريتين مع بعض، ما ينفعش يفرقوا قالهم كده من الثانية. لكن هعرف الكلى الحلوة من الكلى الوحشة بالاي فيو. فاهمين يا رب؟ زي ما انكم بيسألني مش هو ما بيتعملش دلوقتي في الطروما. في الطروما الله يخرب بيت سنينة. بس نوع جديد عطب. فاحنا هنبدا بالكلى الافضل اللي هي فرزت الاول في الاي بي يو. فاهمين يا رب؟ السؤال الجاي، طيب هفترض ان الكلى الشمال اللي هي الافضل، اعمل ايه في الحصوه دي؟ اشدها. يا ريت تقول لي بوش ايد. بول ايد. بول ايد. يوروتروسكوب وميتوتومي ودورميا باستا في الدهب. في الدهب يا معلمي. سيستوسكوب وميتوتومي ودورميا باستا. قولهم تاني كده يا حبيبي بالانجليزي. ميتوتومي. ميتوتومي ودورميا باستا. نقطع الميتاس بتاع البريوريتر في الرابل عشان نوسع السكه. عارف الكومون بايل ده لما كنا نعمل اي ار سي بي منظار يعني، وبابيلوتومي ودورميا باسكت هنا، وميوسوتومي ودورميا باسكت يعني. فاهمين؟ امال دي هتعالجوها ازاي؟ بوش بانج. عايز كنت تتخيل قال لي لو دخلت دي هتعالجوها ازاي؟ انت كاكزامينر تعمل ايه؟ هديهم الدرجه. اشمعنى؟ ده اللي مع اصحابه. ده اللي شاور. عارفين ايه دي؟ جونس من حين دولة جونس يعني العام غالبا حضر حلم مش لأنه تروما. فبين أقل فدي استجورنستون. ممكن أتجرأ وأسأل سؤال، هتعالجوها ازاي؟ بفتحتها الاول بعدين افتح الشيب بعد ما فتحتها. بفتح في دكتورة قالت لي لا بفتحتها الاول بعدين بعد ما فتحتها نضحك. طب ما تفتحها وتشيلها، يعني ليه فتحتها وبعدين افتح اشيلها لما ممكن افتح واشيلها على طول؟ وبعدين بسم الله ما شاء الله انا عايز اتفرج عليكم بقى. قامت زميلتها قالت طب انا اعمل لها ايزوين؟
وهي حصوة كبيرة مكسرة حصوات كبيرة برضو ما تنزلش، بس ابقى فرحان بيها وهي مكسرة كده. حصوة كبيرة مش قادر تنزل، مكسرة حصوات كبيرة مش قادرة تنزل. فالعيان هقول له ان انا هكسر لك الحصوة وبرضو مش هتنزل، هقول لك هتكسرها ليه طيب؟ بصراحة الصفحة راحت مني. هفاجئكم؟ هفاجئكم. أول حاجة هعمل اي ديو. اشوفها فانكشنينج ولا لو نوت فانكشنينج هشيل الكلى، انما لو فانكشنينج هعالج الحصوة. ادي اول مفاجأة. استوعبت اول مفاجأة؟ اول مفاجأة هعمل اي ديو ولا يوريا وكريات؟ ليه مش يوريا وكريات؟ عشان يوريا وكريات حتى نورمال، حتى لو السيرة دي مش شغالة، ما التانية شغالة. هعمل اي ديو فلقيت الكلى مش شغاله هشيل الكلى. معلش يا ربي ولا يعني عايز تتحمل. طب لو عملت اي ديو لقيتها مش شغاله عايز تكونفيرم فعلا عشان امضي العين على كونسنت واشيل الكلى؟ ايه؟ دمسه. هاي دي دمسه؟ صح؟ يعني ايه عارفه دمسه بس عايز اتكسر الاستاك هورن ستون. بالاسم. عم الايزوتوب سكان. اكتر انفستيجيشن يقول لي الكلى شغاله ولا لا الايزوتوب سكان. هو دي اللي بشيل عليها. يعني هي دي اللي لو نوت فانكشنينج خلاص. لو نوت فانكشنينج بتشيل. هو انتوا دايما كده بتقعدوا تتكلموا مع بعض؟ يعني اتكلموا في الحب او في العلم يعني مش هي دي قضيتي يعني. انا رضيت ان انت تسمع يا يعني احنا اول حاجه بنعمل اي فيو لقيتها مش شغاله بعمل ايزوتوب سكان لقيتها مش شغاله شيلها. طب لو شغاله لو كسرتها مش هتطلع صح؟ مش هتنزل هتبقى حته كبيره مش هتنزل. حلوه قوي. هعمل خرم صغير وادخل منظار اسمه نفروسكوب وكسر واشيل. اكسر واشيل بالمنظار لان انا لو كسرتها وسبتها مش هتنزل مليار هتبقى حتت كبيره مش هتنزل. يقولوا عليها بيركيتينس نفرولايتاتومي. يقولوا عليها بيركيتينس نفرولايتاتومي. انا مبسوط مني كدكتوره ما شاء الله كم عملت في كل كلمه كله موجود في الكتاب كله موجود في الكتاب. قالت انا هكتب الكتاب دي شكل تكتب عشان التركيز عارف انت عارف تكتب عشان تركز. فبنعمل بيركيوتينس نفرو ايه لايفوتوم. طب فدو جيت دخلت المنظار وجيت اكسرها مش عارف اتكسر يعني خدت المنظار بخبطها بالليزر ما بتتكسرش. اعمل نفرو وبايلو لايفوتوم وافتح وشيل الحصوة. لكن كل المحاولات دي لان الكدني فانكشن. لو كنت نام فابش مشيلها. انا وصلت ولا لسه؟ وصلت. عارفين ايه دي؟ كده دي شكلها غريب شوية صح؟ يعني لما عملوا له اي فيو طلعت الكدني دي مش شغالة صح؟ اما المنظر ده والمنظر ده. فانا شكلي هشيلها. يعني هعمل ايزوتوب سكاني طلعت مش شغالة هشيلها. ما كده شكلها غريب شوية. دي دبل بلفس بس يوريتر واحد. دبل بلفس سنجل يوريتر. فاهمين؟ اصل ممكن حد يبقى عنده دبل بلفس دبل يوريتر. ممكن يبقى حد عنده دبل بلفس ويوريتر واحد يعني ارزاق انا رأيي انها سبايدر ليك كبيرة. لا السبايدر ليك تلاقي دي طالعه لبره داخله لجوه زي الدلتا لان بينهم تيومر فالتيومر يسوقها لبره مش يسحبها لجوه. فدي دبل بلس. لو كان في هنا ورم كان الورم دي زق ده لايه؟ لبره. واضحه ولاد ولا لا؟
وده اي فيو صح؟ بالليل بالنسبه للصبغه دي وبالنسبه لليوريكا يعني كل ده بليل. هو حاطط سم على حاجه كده تفرق ايه؟ دول الستون دي عامله ايه؟ عامله بيو جي وعامله هيدرونكلوز. طب عيب الاشعه دي ايه؟ انها ما عادش بالعنايه تفهمني الدنيا في ايه؟ فراح جاب لي دي اشعه امتحان. شايفين بالعنايه الاول؟ شايفين دي؟ دي ستون يوريتر. اشمعنى يوريتر؟ ترانسفيرس بروسس. وبعدين راح واخد نفس العيان اللي عنده ستون صغيره كده راح عامل له اي في يو. فالكلى دي قشطه يعني شغاله زي الفل. شايفين دي عامله باد بريشر ازاي؟ طب هي دي ستونز؟ لا دي مش ستونز. لو ستونز كانت بانت هنا دي هيدرونفروزس. دي لو ستونز كانت بانت هنا فدي عامله هاي باك بريشر هيدرونفروز. الاوبستراكشن اللي الحصوه ده عامله بارشل ولا كومبليت؟ بارشل. لو كومبليت كانت عملت ايه؟ لقينا الشوت داون. برافو عليك. شوف الحصوه صغيره ازاي يا ولاد؟ 4 مللي. نعالجها ازاي دي؟ ايه؟ تحبوا نمشيها كونزرفاتيف؟ لانها صغيره يا عم يا باك بريشر. لو انت بتقول له دلوقتي الحصوه دي بتبوظ لك الكلى فانا هحضر كونزرف. يقول لك لغايه ايه؟ تقول له لغايه الكلى تبوظ. بعدين انا انبهر لا يا دكتور سائط وجد. احب ان انا اعرفك بنفسي. يعني لو انت شايف الحصوه عامله باك بريشر وناوي تمشي كونزرفاتيف لا انت متخلف فعلا. انت مالك ومال حجمها؟ هي الحصوه بتمشي كونزرفاتيف لو حجمها صغير ومش عامله كومبليكيشن. يعني الشرط الثاني انها تبقى مش عامله كومبليكيشن. لكن حصوه زي دي في الميديوريتر كده يوريتروسكوب وشيل. ممكن نفتح بس في الايرا الجديده يوريتروسكوب. وانت بعت الكيس اللي انت خدته معاك؟ جبت فلوس وحاجات فولس كتير. حلوه قوي جميله من الاشاعات الجميله. اشعه الامتحان دي كمان جميله قوي. عارفين دي بلين وتي؟ ساعات يقولوا عليها كي وبي. يعني بلين اكس راي على الكيدني واليوريتر والبلادر. ساعات يقولوا عليها كي وبي، ساعات يقولوا عليها بلين وتي، ساعات يقولوا عليها بلين اكس راي ابدومين اند بيلفيس. في الستونز دي؟ الستونز فين؟ ولا يراها بلدر؟ ليه يراها؟
انا جنب وبعدين كمان فوق بعض. ما ينفعش ستون في جراب بلادر يبقوا فوق بعض كده. يعني تخيل حصلتين في جراب بلادر كده يقع. طب ما يقع جنب بعض. لكن هم لو وقعوا جنب بعض عادي. وبعدين عملوا اي بي يو اولاد بعدها فلقوا ان كده اليمين دي حلوه قوي فرزت كويس قوي. فرزت وخلصت حتى. فاهمين؟ طب وليه اليوريتر مش مسدود؟ سقفلة سقف وبعدين انا حبيبي قالت عشان ما فيش هايدرونفروزيس ولا رينال شوت داون. يا اولاد الاوبستراكشن يا هايدرونفروزيس يا رينال شوت داون انهار بقى. نعم ليه هنا مش فرزه؟ لان دي بلين اكس راي. الثانيه دي فرزت اهي كده لكن خلصت تقريبا. بس الكلى ما فيهاش هيدرويتر هيدرونفروز اللي اتاخرت في الافراز دي هي دي اللي اتاخرت في الافراز. جميل التيشيرت ده والله. نص اللي فوق بقى غير النص اللي تحت. الحته بتاعت الكتف دي لو شفون كمان. وليه لما بيعملوش دي شتات للرجاله شفون من فوق؟ مش مقدرين. انا بصراحه حباين البظابين اعملها لمين؟ يعني اعملها للستات. على فكره انتوا بتخشوا انتوا مش فاهمين حاجه. تعرفين مين بيعملوا بيرفي مرات؟ ايوه يعني بتبقى العكس. كل واحد بيشم الحاجه. يعني البيرفي بتاع الرجاله بس ستات والبيرفي من الستات هو الرجاله. يعني عشان كده ساعات لما حد فيكم يروح يشتري بيرفيوم يشمها مش عاجباه. انت مالك يعني؟ انت دعوه انت مش مصممه ليك انت. نرجع لك. شايفين السمول ده؟ لا شوف هو دي عامله باك بريشر وعامله هيدريوريتر هيدرو وبعدين بقى عامل حركه حلوه اخدها تقط من هنا كده وبعدين حطها هنا. هيقول لك الحصوات اللي كانت هنا هي اللي عامله باك بريشر. احلى حاجه فيها ايه؟ لما الصبغه نزلت على الحصوه الحصوات مش باينه. فهمتوا ليه راديو اوبيك ستون ما ينفعش اشوفها في اي بيو؟ لازم البلينايه جنبها. لازم البلينايه جنبها. لو الصبغه نزلت على الحصوه الصبغه بيضة والحصوه بيضة مش هشوفها. عشان كده لو الحصوه راديو اوبيك ما ينفعش اشوفها في اي بيو. فاهمينها؟ لازم اشوف بلينايه جنبها. لازم اشوف بلينايه جنبها فاشوفها في البلينايه حصوه بيضة وبعدين الصبغه نزلت عليها. فانا دلوقتي مش شايفها بس انا عارف ان في حصوه هنا. انا متاكد بقى شايفها في البلينايه. حتى هو قطعها وحطها جنبها عشان تفهم وموريك انها عامله باك برشر. يبقى ده برشر اوبستراكشن ولا كومبليت؟ تحبوا تعالجوا اللي عنده ازاي؟ ميكروسكوب ميتوتومي دورم يا بطل. تحبوا تمشكوا الزرفه تبقى الناس ده؟ ليه؟ ممكن تحفظوا على المعلومات ده بقى؟ يعني اتفرجوا على الافلام كمان يا اولاد بتاعت المسائل واسمعوا الدسكشن وحاول تقرا كده اي حاجه يعني. فاهمين يا اولاد؟ حاول بقى تركن المعلومات عشان عيب. دي اشعه جميله ممكن تسقط اي حد. انا عايزك تتخيل لو جاب لك الاشعه دي لوحدها. دي بالنسبه لك سيستوجراف.
بس الإيراب لدر مش على حافة الحوض خالص. الإيراب لدر متطيرة فوق كده واخدة جنب شوية حد. فالعيان ده ولاد نايم على ظهره وهو بيتصور، فالحصوة طلعت فوق. لسه فاكرين منظر الإيراب لدر؟ شايفينها على حافة الحوض ازاي؟ شايفينها بيضاوية ازاي؟ شايفين ستون بلادر دي؟ حصوة راديو بيه. وانس ان انت قلت عليها سيستوجرافي خلاص كده هتتصرف، هيقول لك في ايه؟ هتقول له كونتراكتد بلادر. ما لازم حاجة هتحاول تتصرف. فهتلاقي كونتراكتد بلادر ده تصرف لا بأس به. ده سؤال يا رب ده لو سابت الحوض وطلعت فوق قوي كده ولاد تبقى صعب. لكن دي صعب تغلط فيها. لانها كذا حصوة. واضحين من بعض لا؟ يعني دي ستون يوريسرا صح؟ ولا يا رب لا؟ ليه مش يا ستون بره الحوض؟ برافو عليك. طب مين جدع واخد باله من دي؟ مالها؟ كاتسيفايد بقى عامله زي تقول نرجع تاني. شفتي الرياب لدر عامله ازاي بقى؟ شفتي الرياب لدر عامله ازاي؟ معلش يا رب الصبر على التعليم. دي بلناية مش اكس راي وصداي، دي بلناية. شايفين الكالسفايد راب لدر عاملة زي القلة ازاي؟ كويس. يعني انت رايك ان ده سينال لارج بروستيت لان البروستاتا باظة من البيس كده عاملة زي القبة، فدي سينال لارج بروستيت. تمام. لو كانسر تبقى الرجل، لكن دي سموث فالاغلب الناس اللي انا بشوفه. هو الفيلم ده نسميه ايه؟ سيستوجرافي اسندنج ولا ديسندنج؟ ديسندنج. اشمعنى؟ مفيش قسطره، لو في قسطره يبقى اسمه ايه؟ اسندنج. طب وليه سيستوجرافي؟ عشان باين راب لدر بس. هو عايز يبين لي راب لدر يبقى سيستوجرافي. فاهمين هذا ولا لا؟ برضو هنا اليوراب لدر البيز بتاعتها قبل فوق فترة، يعني تحس ان في قبة في تحت اليوراب لدر عاملة دايفرتيكلم صغير عامل زي ميك، مش شايفينها؟ زي ودن ميك. ايه الدايفرتيكلم ده؟ هو الدايفرتيكلم موجود ووارد مع السنان لارج بروستيت. هشوف الدكتورة كمان بتقولي بيبقى في بلشن دايفرتيكلم حتى البلاط بس. طب هو ايه الدايفرتيكلم ده كلينيكال بان ازاي؟ دبل ميكتريشن. تمام. على فكره دكتوره دي سبعيه الاصبع عندك لما السلاح موجود على الاصبع. فاهمين البلشن دايفرتيكلم؟ السؤال الجاي قلقانين ايه؟ يعني قلقانين من ايه في الدايفرتيكلم؟ يعني اكيد قلقان من فكره ان بق الدايفرتيكلم ضيق. فلان بق الدايفرتيكلم ضيق ممكن يعمل ستيسيس، والستيسي افولود باي انفكشن فيعمل دايفرتيكلايتس. انواع الدايفرتيكلايتس ايه؟ اكيوت وكرونيك. يعني مش انواع الدايفرتيكلايتس زي انواع الانفلاميشن. الكرونيك دايفرتيكلايتس يعني ايه كورونيست؟ فايبروزس. فبالتالي ممكن تعمل فيستل. يعني الدايفرتيكلم ده مع كرونيك انفكشن ممكن يؤدي الى فيستل. فيستل بقى مع الفاجينا، يعني فيستل مع الريكتم. بينزل على ايه؟ ميل ولا فيميل؟
شايفكم معايا وانا بتكلم. هو انا عامل زي القبه ده ولاد الميديا لوب بيبقى عامل زي القبه كده. ساعات تلاقي اتنين طالعين كده دول التو لاترال لوبس. لو لقيتهم بيتين كده يبقى دول التو لاترال لوبس. شايفينها؟ عشان عايز اشوف بروستيت برضه. هنعمل بريشر شويه. دي ودي الاثنين عليهم بالك بريشر. شايفين السبايدر ليج؟ طب ليه ما قلتليش دبل بيل؟ شايفين ما بتقفل لبره ازاي مش مصحوبين؟ شايفين رجل العنكبوت سبايدر ليج بنشر بتاعهم سبيس كوبايند ايجن سبايدر ليج ابييرنس. معرفش دي سيست ولا ورم. سيست ولا ورم انجيوجرام او الترا ساوند. طبعا لو سيست هتبقى افاسكولار. لو ورم يبقى هايبر فاسكولار. او الاحدث انك تعرف سيست ولا سوليد سونار يعني. الترا ساوند سونار جوه الترا ساوند. ايه؟ هتقول الصومال؟ اسمعها الصومال. عارفين ايه ده؟ ده 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 كول والضراب. بس شايفين هايبر نفروما قد ايه؟ العدد بيشتكي من ايه؟ بيلس كارانتيماتوري بريفي كتير. عايزين تعمل ازاي؟ اوبرابل ولا ايه اوبرابل؟ عن اوبرابل راديكال ايه؟ ديفريكتل. قولي لي عليها كلمه حلوه. افتح من قدام شطرة ترانس بريتونيه عشان احط كلام بعمينا الايه قبل ما ابدا اعمل موبيلايزيشن. تمام تمام ان شاء الله تمام. طب العادي اوبرا بالي تبنتريكت معايز جنبيها كلمه يا لو ايه ايه موريديو ريزيستنت. عايز الكلمه اللي بعدها ايه؟ انترلوكين وانترفيرون. سأقول سأقول يعني هي شوفوا زميلته حافظه ان هي كيمو راديو ريزيستنت. يعني هنعمل ايه دلوقتي يا دكتوره؟ بحفظ العيوب بس. بعد ما نحفظ العيوب ما نقدرش اقول لك هنعمل ايه. شوف يا رد اتقالت كيمو راديو ريزيستنت راح هو رد عليها على طول قال لي مين صرف. انا بقى عايز طالب واحد يبقى عارف كله يعني كيمو راديو ريزيستنت ومين صرف مين يعني وانت لوكن وانت كرون. يعني امتى اخد الطالب ده؟ لما ايه؟ بقى خلصتوا البطنه ولا لسه؟ لسه. ايوه. فاضل لكم فيها قد ايه؟ ايه؟ السبيشال يخلص الاسبوع ده والجنرال خلاص؟ لا فاضل لكم اسبوع. لا ثلاث الاسبوع ده. لا انا قصدي الدكتور هواري خلص؟ خلاص فاضل. حلو قوي. حلو. يعني انا اقدر احتل لكم الفتره الجايه. ايوه ايوه. يعني ايه؟ انا سؤال سؤال مراجعته هتجيبته يسالني. هجاوب هحط ست المحل.
هيتروح. الراجل ده صبور قوي، صبور قوي. عايز احل معاكم حالات وام سيكوهات وبتاع وزعبلات، فانا هعمل جدول بقى حلو كده اولاد وانزله لكم، انتوا تذاكروا والدكتور يمتحن. بس مش هينتهي يعني، هسالك استخدم اللي احنا خلاص هحل معاك تاني، فراجع المنهج تاني في حاجات تتبقى. بعدين اسيبك لضميرك بقى. عارفين الفيلينج ديفكتس دي يا ولاد؟ شايفين الاي بي يو دي فيها فيلينج ديفكت، كذا فيلينج ديفكت. الفيلينج ديفكتس دي قد تكون ريديولوسنت ستون، يوريت ستون، وقد تكون يورينري بوليبس، بوليب بناين، وقد تكون ترانزيشنال سيل كارسينوما. معرفش، ما عنديش جارانتي يعني. كل اللي انا شايفه في الاشعه انها ريدي لوسنت شادو، معرفش دي ايه، فاهمين يا ولد؟ فممكن تبقى ترانزيشنال سيل كارسينوما، ممكن تبقى يورينري بوليب، ممكن تبقى ريدي لوسنت ستون، تبقى بلاد كلوتس، الواحد عنده هيماتوريا، ممكن يكون عنده السكر وده نكروزيس في الرينال بابيلي. الرينال بيراميدز ماتت وقعت جوه. تحصل ساعات في العنيد دايابيتيك، عارفين دي حاجه يسموها ديفرنشال دايجنوزيس اوف ريدي لوسنت شادو، يسموها ديفرنشال دايجنوزيس اوف ريدي لوسنت شادو. فاهمين يا رب؟ ان يبقى فيه مثلا يوريت ستون، بابلوما، ترانزيشنال سيل كارسينوما. هو ايه الفرق بين بابلوما وترانزيشنال سيل كارسينوما؟ ده بناين وده مالجنت. الفرق بينهم زي الفرق بين مكوك الفضاء شارنجر وقصه طعمين. لا انتوا مستخدم دلوقتي يستوعب اكتر. لا هو انا بابلوما دي لما بقولها تفهم انها ورا هوما، فانت بتسال نفسك السؤال الجاي، هو ليه ورا في ايه؟ نوع الابيثيليوم ايه؟ استراتيفايد سكويموس او ترانزيشن؟ امال لو كولومينار طبعا الطلعه الاولانيه دي انا متاكد ان من الصبح على الاقل عارفها لانها قلتها حوالي 500 مره، فبعد 500 مره نص الطلبه القناه. يعني الادينوما دي اولاد بناين تيومر بلامنر ابيثيليوم، البابلوما دي بناين تيومر اوف ستراتيفايد سكويموس او ترانزيشن. امال يعني ايه بوليبويد ماس؟ طب هي ليه خدت الشكل ده؟ عشان ده نيومن الاستراكشر ده هولو. طب ليه ما قالوش عليها بابلوما؟ اصل ده مش ورم من الابيثيليا، بابلوما ده ورم من الابيثيليا. فاهمين يا ولاد؟ بس هي مش بابلوما، دي مش ورم من الابيثيليا، ده صاب ميوكاس لايفوما وعامله بوليبويد ماس، يعني ده ورم من الكونكتيف تيشو. فده ورم لايبوما، صاب ميوكاس لايبوما في الانتستين، ولانها هولو اورجان دلدلت فما يقدروش يقولوا عليها بابلوما، لكن يقدروا يقولوا عليها ايه؟ بوليبويد ماس، يقولوا عليه بوليبويد ماس. فاهمين بابلوما؟ وفاهمين بوليبويد؟ هو بابلوما دي ورم؟ بناين ولا مالين؟ جاي منين؟ من الابيثيليوم. الابيثيليوم نوعه ايه؟ ترانزيشنال استراتيفايد سكويموس. امال لو لايبوما كانت في الشارع يعني حاجه هولو،
بيقولوا سيرفس جلده او دلدله كده يقول لك ان اللايبوما دي عامله ايه؟ بوليفويد ماس. طب ليه ما قالوش عليها بابلوما؟ اصل ده مش ورم في الابيثيليوم عشان انا عليه بابلوما. فبقول ان هو ورم عامل نفسه بوليف، يعني عامل نفسه بوليف، فقالوا عليها بوليفويد ماس. فاهمين اللغه بتاعتكم؟ عشان كده الانجليزي واقف يتكلموا بالانجليزي مع بعض بس هم مش فاهمين بعض. بابلوما بوليفويد ولي باي. يعني مثلا قالك كولونيك ولي باي، هو كولونيك ولي باي دي بابلوما؟ دي بولب مش بابلوما، مش حاطين جنبها اوما. الساعه تبقى همرتوما، همرتوميتاس ولي باي وميكس وكونكتيف تيشو بتاع. فقالك بيت جاجر سندروم يعمل كولونيك بولي باي، ولما تبقى ادينوما يقول لك ادينوميتاس بولي. فاهمني؟ يعني مش قادر يقول لك بابلوما، مش قادر يقول لك لكن يقول لك ادينوميتاس بولي. يعني فاهمين مشاكل في الانجليزي؟ وانا قالت انزل هو انا بس بالنفس ان انت تتكلم بالانجليزي. يعني لما تقول بابلوما تبقى فاهم انت بتقول ايه. فاهمين؟ عايز بابلوما يعني ايه؟ بابلوما ايه يعني؟ ايه بابلوما؟ ايه اللي مدلدله دي؟ هي بكده وابتدتي بابلوما دي اولاد اللي هي بناين تيومر بتاع الابيثيليوم. انا هو الابيثيليوم ستراتيفايد سكوير ماستر تريشنال ما يعني بولي بوي، يعني كونكتيف تيشو ديزيز، عامل مدلدل كده وكانه بولي. يعني فقالوا عليها اويد، اويد يعني مثل بوليفويد. طب لو ادينوما دي بناين تيومر مش بوليف، ده ادينوما بس دلدلك كده وبقى بضنتيليتد، يبقى ادينوميتاس بوليف. فهمتوا؟ تعرف تتكلموا في الانجليزي بعد كده؟ ضرب حليف لفه وارجع لك. بس انا مش بصراحه ربنا انا مش عارف اعمل كل حاجه. يعني مش عارف ده كنت ضايع ونجحت في الباثولوجي فور النون ايتيولوجي اوصل معاك المستوى اللي انت تتكلم بالانجليزي. صعب صعب جميل، بس محاوله شويه هنهار وشويه لا. وبعدين ما تخافش، ما فيش حد هيسقطك عشان كده. اللي ينجحك قبل كده ينجحك تاني. جميل. هو مش كده بس، لما تكبر هتلاقي مش عارف تقرا. شايفين دولة؟ هو ايه مشكلة الرياب ده؟ دي حتة مش باينة، يعني مش اوفر كده، فيها حتة طايرة مطيرة. شايفينها؟ كانسر بلاد. هو الكانسر الأبيض ولا الأسود؟ الأسود. الأبيض ده إيه؟ الصبغة اليوم. فنص الرئة بلدر متاكلة، فده كارسينوما بالرئة بلدر. دي نام بالهارزيا الكارسينوما بالرئة بلدر. عايزين تعرفها ازاي؟ يعني طبعا تعرفين الكارسينوما بالرئة بلدر لو كارسينوما ان سايتو بنعملها ترانس يوريثرا ريسكشن وبي يو جي بي سي جي بس بي سي جي او مايكومايسين سي. بس دي مش انسايكو، يعني خلينا عمليين دوكرا جراب لدر. لو واكلة المصل بس الليمف نود مش كبيرة بنعمل توتال راديكال سيستيكتومي ويورينري دايفرجن. انما لو واكلة المصل والليمف نود كبيرة خلاص بيتقبلين. يلا لك النان بالهارزيا الكارسينوما او جراب لدر. لو كارسينوما انسايتو بنعمل ترانس يوريثرال ريسكشن ونعمل بي سي جي جنبها، نحن بي سي جي او مايكومايسين سي في الرئة بلدر. انما لو السرطان كبر وكل المصل بيبقى السؤال الليمف نود كبيره ولا لا. لو الليمف نود مش كبيره اعمل توتال راديكال ستيك، لكن لو الليمف نود كبيره خلاص بيبقى بلدر. فاهمين ولا لا؟ فاهم؟ لا طب قوم اشرح لهم كده. وين هقوم اشرح لكم ده ازاي نعالج الكارسينوما بالرئة بلدر؟ نمبر هارزر كارسينوما بالرئة بلدر.
يعني هو ايه الفرق بين السايتو والانفيزيف؟ لازمه ممبران. طيب لو كارسينوما ان سايتو هتعمل ايه؟ وانتوا علاج بتطلعوا ليه؟ رانزيو ريسرال ايه؟ ريسيرشن وبي سي جي. امال لو كان وكل المصري يعني كان البيزمنت ممبرين وكان المصري بقى على حسب الليمفلوف، لو الليمفلوف مش كبيرة لا دع ويورينا دايبر. امال لو الليمفلوف كبيرة بعدين تريد كيما جرب بالي بالي تفسر ربي ده ايه لا بالي تبارشل سيستيك لا بالي تبارشل ايه سيستيك نسافر ويك اولاد الكلام ده هيفضل موجود في دماغه لمده ما نطلع بره عشان ناخد بعدين ترجع تاني ها اوعى تحفظ حاجه طبعا ده برضو كانسر بلادر يا بلادر متاكلة اهي ما خلاص هو الاشعاعات خلصت هناكل